السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الوم كملين. اهلا بيكم. ليه دايما بنتكلم عن ضروره ان يبقى في ديمقراطيه في البلد؟ ليه دايما بنتكلم ان احنا محتاجين نظام ديمقراطي؟ نقدر نقول له كمل او ما تكملش، نقول له اهلا بيك او امشي كفايه مش عايزين. عارف ليه؟ علشان حاجات كتير منها هقول لك يعني موقف بسيط عشته اليومين دول. في أوروبا وفي أمريكا وفي دول كتير حول العالم تقدر تصحى من النوم تلاقي جاي لك جواب زي ده. الجواب ده مش مبعوت لك بصفة شخصية من واحد صاحبك أو قريبك، لا، الجواب ده بتبعته اليونيسيف، هي منظمة دولية، منظمة بتهتم بالأطفال. طيب يا ترى بعته لك ليه؟ بعتها لحضرتك علشان والله عايزين حاجة منك بشكل شخصي، أو عايزين يبلغوك حاجة؟ عايزين يبلغوك حاجة، عايزين يقولوا لك إن في ناس بتقتل في غزة، وإن في إبادة جماعية وتطهير عرقي ومأساة حقيقية حصلة في قطاع غزة. الكلام ده أنا اللي بقوله؟ لا، هم اللي بيقولوا، لأن لما بتفتح جوه تلاقي ورق، والورق فيه صور، والصور تحتها بيانات ومعلومات كلها بتتكلم عن المأساة اللي حصل في قطاع غزة، وكل كلمة مكتوبة معاها المصدر بتاعها، وعندها صور بتوثق ايه اللي حاصل ومين دول وايه، وبعد كده بيقولك تقدر تساعد وتبعت تبرعك على البنك او تبعت تبرعك على العنوان ده. هتقولي ده ايه علاقته بالديمقراطية؟ اقولك، تعالى اقولك ايه علاقته بالديمقراطية. الشعوب دي بتقدر تجيب حكام هم اللي بيحكموها، فلو الشعوب متوافقة مع الهوى العام للحكومة بتدعمها وبتجيبها مرة تانية، ولو الشعب رافض سلوك الحكومة ما بيقدرش يتحكم في أي حاجة، يعني خلاص بيرفض يعني سلوكها وما بيجيبهاش مرة تانية. وما بيقدرش اللي في الحكومة ده يتحكم في المواطن يقول له هو كده وإذا كان عجبك. بمعنى يعني اكتر وضوح، عندك اسبانيا بتدعم بشكل كبير جدا واضح الفلسطينيين واهلنا في قطاع غزة، ورفض المقتلة اللي حصل في قطاع غزة، زي بلجيكا وبعض الدول الاوروبية ودول في انحاء العالم المختلفة وخاصة في امريكا الجنوبية. الدول دي بتمثل شعوبها. في دولة زي فرنسا مثلا على سبيل المثال، في بداية الاحداث وبداية قصف الجيش الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة، كانت واقفة مع إسرائيل قلبا وقالبا، وكانوا حتى رافضين أن يبقى فيه مظاهرات وأن يبقى فيه أي دعم لأهل فلسطين في شوارع ومدن فرنسا. ولكن لما نزل الناس للشارع بالملايين، كلام ماكرون اختلف، وموقفه اللي كان واخده للدعم المطلق لإسرائيل تبدل، مش تبدل بقى 100% أو 360 درجة، ولكن بقى صوته أوطى وما بقاش بنفس الحدة. ليه؟ لأنه عامل حساب للشعوب، لأن عنده انتخابات، لأن بعد كده هيحتاج صوت الناس دي. زي مين؟ زي بايدن كمان هيحتاج صوت الناس دي. فتبدأ تفكر في ناسك، حتى لو الكلام بتاعك أو الكلام اللي هما بيفرضوه عليك أنت مش موافق عليه 100%، ولكن أنت الناس دي اللي هتروح في الآخر هي اللي هتحط صوتها في الصندوق، ويتجيبك يا ما تجيبكش يتجيب غيرك، يتعاقبك زي ما حصل قريب في بعض الأماكن. طيب ايه علاقة ده بوطننا العربي؟ تعال اقول لحضرتك. هتقولي في وطننا العربي طويل العمر بيأمر بحملة لإغاثة اهل فلسطين، او الرئيس الفلاني او الزعيم العلاني بيقول لك انا هنزل الناس للشارع علشان تحتج. طيب وبعد ما الناس بتنزل للشارع بأمره علشان تحتج، الناس دي بتتمنع بأمره من انها تعبر عن الاحتجاج او انها تتضامن مع اهل غزة. ووصل الحال بينا في مصر ان اللي بيرفع علم فلسطين بيتم اعتقاله، وفي ناس موجودة في السجن دلوقتي بس لانها رفعت علم فلسطين. في ناس موجودة في سجون مصر بالعشرات والمئات لانها تضامنت مع الفلسطينيين، مع اهل قطاع غزة، سواء على السوشيال ميديا او في الشوارع. اذن اللي بيملك انه يعطيك الحق بيملك انه ياخده منك تاني. فلما طويل العمر يطلع يقول لك يلا تبرعوا علشان غزة، بيملك طويل العمر ان يقول لك ما تتبرعوش علشان غزة. انما في اوروبا
او في الدول اللي الشعوب فيها ليها قيمة وكلمة، الشعوب هي اللي بتتبرع والشعوب هي اللي بتبطل تتبرع، الشعوب هي اللي بتتظاهر والشعوب هي اللي بتحط صوتها في الصندوق. فانت كحاكم مضطر تسمع كلام شعبك، وده الفرق بين اللي بيديك هبة ويقول لك انزل الظاهر يا ورع، انزل الظاهر يلا، او انا امرت بحملة لإغاثة اهل غزة، او مسموح اليومين دول لمدة 12 ساعة بس انك تظهر تعاطفك مع غزة. طالما هو عنده الحق في العطاء فهو عنده الحق في المنح، وانا هنا كمواطن بلعب دور السنيد، دور احدهم في الفيلم كومبارس. لما طويل العمر بيؤمر انا بسمع الكلام، ولما طويل العمر يقول لك حاجة عكس اللي قالها لك قبل كده برضو لازم تسمع الكلام، وهيطلع لك شيخ وهيطلع لك قسيس يقولوا لك ايه، واطيعوا الراجل الطيب اللي بيحكمكم ده، لان الخروج على ولي الامر مش عارف ايه. شفنا شيخ في السعودية طلع دعا ان الحكام العرب يشوفوا حل للقضية الفلسطينية، اعتقلوه هو في الجامع لسه منزلش من على منبره. شفت الناس في مصر بترفع علم فلسطين في بعض الماتشات ولا ياخدوها، ما بيعملش ده دلوقتي علشان الموجة عالية، موجة الشعب عالية، انما هو مش عايز اي تعاطف ولا اي حاجة. دي الديمقراطية اللي بندور عليها لشعبنا. ليه؟ عشان احنا شعب يستاهل احسن من اللي حاصل مليون مرة، علشان مصر الكبيرة العظيمة دي تستاهل ان عيالها يعيشوا بحرية ويعيشوا راسهم عالي، علشان مصر اللي احنا شايلين همها دي. طب ما كل واحد فينا يقول يا عم انا اعيش حياتي وانا في الدولة الفلانية وانا في الحتة الفلانية واشوف حياتي بقى وخلاص، وانا مالي ومال مصر واللي يحصل يحصل. بس لا، لانك عارف ان البلد دي غالية وشعبها ده شعب كريم وعظيم يستحق احسن مليون مرة من اللي هو فيه، فبتبذل من وقتك ومن جهدك ومن حريتك ومن حرية أهلك علشان بلدك وعلشان مصلحة بلدك. لأن عار إن المصري يكون ما عندوش حرية، عار إن المصري، أنا آسف في الكلام ده بس حضراتكم عارفين، يبقى عينه مكسورة قدام عياله علشان مش عارف يجيب لهم التزاماتهم. عار لما نلاقي على السوشيال ميديا ناس بتجيب صور وفيديوهات للمصريين أو بعض المصريين وهم بيدوروا في الزبالة علشان يلاقي لقمة ياكلها. عار على اللي بيحكم، وعار على اللي بيسكت، وعار على اللي بيأيد اللي بيحكم وبيحاول يقولك الدنيا جميلة جميلة معاك، ممكن احتمال، بس احنا بنتكلم على اغلب الشعب المصري. يقولك عم بص العربيات في الشارع، احنا 110 مليون. بص التليفونات ده الناس معاها، احنا 110 مليون، يعني ممكن يبقى 5 مليون عايشين كويس جدا ويعملوا لك رقم في الشارع، ويا سلام بص العربيات وبص الحيوة، وممكن يعني الرقم ده انت تقعد تقول الدنيا البلد تمام وزي الفل، بس اغلب الناس بتعاني. عشان كده هنفضل نتكلم علشان الناس اللي بتعاني دي حقهم مش منا، حقهم انهم يعيشوا بكرامة، حقهم ان هم يبقى ليهم صوت وصوتهم ليه قيمة، يجيبوا اللي يخدمهم ويمشقوا اللي ما يقدرش اللي ما يوفيش او ما يلبيش طموحاتهم. تخيل انت في مصر دلوقتي لو حد بعت لك جواب زي ده وقال لك اتبرع لفلسطين، هيبقى قضية امن دولة وقضية تمويل جماعات ارهابية، وهو اصلا جماعات ارهابية وتلقي تمويل من الخارج، وقصص كبيرة جدا. انما لو ما الزعيم يقول لك انزل الظاهر، انزل الظاهر يلا برافو انت شاطر انت وطني، عشان سمعت كلام الزعيم ما سمعتش كلام ضميرك. انما لو الزعيم قال لك ما تتظاهرش وانت ما نزلتش تتظاهر، ايوه انت برضو كده هتبقى وطني وشاطر، انك بتسمع كلام الزعيم مش بتسمع كلام دورك الوطني وضميرك. انا عايز اقول لك ان الجواب ده بيروح لواحد اسمه احمد وواحد اسمه محمد، وبيروح لواحد اسمه ادوارد وواحد اسمه رونالدو، وبيروح لواحد اسمه شالوم وواحد اسمه شغل ليشع، ولا وانت كيفك تتبرع تتبرع ما تتبرعش ما تتبرعش. في حرية، في أريحية إنك تتعامل، مش سيف السلطة المسلط على الجميع، الإرهاب ودعم الإرهاب، مش عارف إيه والإخوان ودعم الإخوان، تلقي ده بيتكلموا عن مصر من بره، ما دي في دي تهمة، ولا بيتكلموا عن مصر من بره، ما أنت سبت محدش بيتكلم عن مصر، مصر تاج رسمة، مصر في دمنا وإحنا هنا عشان مصر، أنا بتكلم عن فسادك. انت مش عايز حد يتكلم عن الفساد فبتقول مصر، انت مش مصر، لا السيسي ولا نظامه ولا المجرمين اللي حواليه هم مصر، ولا بيمثلوا مصر، ولا حد اختارهم بشكل حقيقي عشان يمثلوا مصر. هتقول لي هو عمل انتخاب، بص احنا شبعنا من التمثيليات،
اللي بيمثل مصر لحاسس بالناس. انما اللي باشا وعايشها كويس جدا وساب الناس تضرب تقلب ومش لاقيه، اسمح لي، الباشا اللي عايز يعمل اعلى ساريه علم في الدنيا على وساب الناس من غير كهرباء وبيقول لك خليهم يتربوا، اسمح لي، انت كده لا حاسس بالناس ولا ليك بالناس ولا ينفع تتكلم بكلام الناس. اللي حاسس بالناس اللي بيدور على مصلحتهم، غير كده كل عام وحضراتكم بخير. نروح للاقتصاد. الاقتصاد المصري عامل زي اللي بيهرب من فخ الفخ، واطلع من نقرة لضحضيرة وإلخ إلخ، اللي هو السكتش بتاع ثلاثي أضواء المسرح. الإيكونومي بلس، الإيكونومي بلس بتقولك البنك الدولي بيدرس إنه يدي لمصر قرضه ب 700 مليون دولار. ليه يا جماعة؟ قروض جديدة اللي إحنا مش في التمام منه؟ إحنا مش حلنا مشاكلنا زي ما رئيس الوزراء قال والسيسي قال؟ ما تفهمش، بس إحنا لسه عايزين قروض، وآدي بنك البنك الدولي ممكن يدينا 700 مليون دولار قرض. البنك الدولي نفسه بيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري اهو في العام المالي الحالي، زي ما الخبر قدام حضراتكم، واصلين الى 2.8 بعد ما كانوا 3.6. يعني طب هي الامور كده هتتحسن؟ لا، اهو البنك الدولي او البنك الدولي بيخفض توقعاته، يعني بيقول لك يا جماعه اللي جاي مش احسن ولا حاجه، وما تسمعوش كلام اللي بيطلعوا يهتوا ويكذبوا على حضراتكم. البنك الدولي بيرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 4.2. بص اللعبه هنا، البنك الدولي قال لك ايه؟ خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي، بس رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ل 4.2 العام المالي المقبل، اللي هو ايه؟ يا جماعة هي السنة دي العام المالي ده هتبقى الدنيا تعبانة، بس السنة الجاية هتبقى كويسة إن شاء الله. نفس الكلام اللي بيقوله الناس بتوع عبد الفتاح السيسي. طيب هتقولي هو البنك الدولي ده مثلا متآمر؟ هقولك لا، مش متآمر، كلمة تآمر دي قليلة بسيطة. ارجع لكلام حسني مبارك وفيديوهات حسني مبارك عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لما بيقولك هو عايزك تفضل تاخد قروض في قروض ويفضل متحكم فيك ورابطك من رقبتك. ده كان كلام حسني مبارك، واللي بيحصل دلوقتي هو نفس القصة. البنك الدولي قال لك انت قريب السنه دي العام المالي ده مش يعني مش هتبقى زي ما احنا كنا متوقعين قبل كده، لانه توقع قبل كده 3.6، قال لك هتبقى 2.8 بس. طب ده كويس الاقتصاد المصري؟ لا، مش احسن حاجه، بس ان شاء الله. هو بقى البنك الدولي علشان يفضل يديك فلوس، يديك الامل، يبيع لك مع القرض سي دي امل، فيقول لك بس السنه اللي بعدها هتبقى ان شاء الله الدخل بتاعك والنمو الاقتصادي بتاعك 4.2%. ويجي بقى العام المالي ده اللي هو السنه اللي بعد الجايه دي ولا اللي جايه، يقول لك احنا كنا قايلين ان هو 4.2 بس للاسف هو 2.2. هي نفس القصه دي بتحصل كل فتره، يعلي لك الامل ويدي لك قروض، خلاص انت خدت القرض واتدبست في سداده وفي ديونه وفي اقساطه، وبعدين ايه؟ يبدا ينزل لك بقى، ينزلك بقى على النخله، يقول لك تعالى معلم احنا كنا قايلين كام؟ فكرني كده، 3.6، معلش احنا اسفين، هم هيبقوا 2.8 بس. اللي السنه اللي بعدها بقول لك ايه؟ بس السنه اللي جايه ان شاء الله هيبقى 4.2. هتنمو وهتبقى الدنيا زي الفل. تيجي السنه اللي بعدها يقول لك احنا قلنا لك كام؟ تقول 4.2، يقول لك والله احنا اسفين هم 2.3 بس، هنعمل ايه؟ انت اللي خايب مش عارف تدير. تاخد قرض، يختم كده، تاخد قرض، خد قروض جديدة، عشان مش عشان تطور بلدك، علشان تفضل بتدفع لنا، وده الأهم. بلومبرج، نمو اقتصاد الصين يفوق التوقعات. الله، يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده رد على الجماعة اللطف العيال السريحة على السوشيال ميديا اللي هيطلعوا يقول لك ايه؟ ما العالم كله فيه موضوع النمو الاقتصادي ده بعافية، الاقتصاد في الدنيا كلها بعافيه، يعني انت جيت على مصر؟ لا 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 لا، مش بعافيه ولا حاجه، مش العالم كله ولا حاجه. انتوا بس علشان ماسك واحد ملوش في دراسات الجدوى وممشيها بالدراع والفرده. انما باقي العالم، ادي الصين اهي، نمو اقتصاد الصين في الوقت اللي انت ما عندكش النمو بتاعك 2.8 بس، ادي نمو اقتصاد الصين يفوق التوقعات بدعم من قوه القطاع الصناعي. ليه يا بيه دعم من قوه الايه؟ القطاع الصناعي، لان عندهم تصنيع، لانهم بيصنعوا ما بيجيبوش من بره، لانهم ما بيبيعوش ارضهم وياخدوا فلوس يعملوا بيها انتعاش اقتصادي شويه وبعدين ترجع الدنيا ايه يا مولانا كما خلقتنا، ترجع الدنيا زي ما كانت قبل كده، فقر وغلا.
طالما ما بتصنعش هيفضل عندك مشاكل. وتطلع العيال السريحه تقول لك ما العالم كله فيه مشاكل اقتصاديه، لا مش بالشكل ده. لو عندك صناعه فانت بخير، انما طول ما انت بتجيب حاجاتك من بره تفضل تبيع في ارضك وفي عرضك وفي اصولك وفي كل حاجه في البلد، وهتفضل عندك مشاكل ما تتحلش برضه. طيب استشهدنا بالصين، تعال قول لي كده ديلي صباح، البنك الدولي يعدل توقعات نمو الاقتصاد التركي بالزياده. هو الاقتصاد التركي اللي شبه اقتصادنا، البعض بيحاول يقول انه شبه اقتصادنا بس هو طبعا في حته تانية في التصنيع وفي التصدير. اهو البنك الدولي نفسه على توقعات نمو الاقتصاد التركي بالزياده. هتقول لي هو انت يعني بتصدق البنك الدولي هنا ليه وما بتصدقش البنك الدولي في مصر ليه؟ هقول لك شوف حجم القروض اللي انت بتاخدها من البنك الدولي وازاي هو بيعمل لك البحر طحينه ويحط لك السم في العسل، وشوف حجم القروض اللي واخدها تركيا من البنك الدولي اذا كانت واخده قروض. تمام تمام. يبقى الاقتصاد رايح فين؟ مش رايح لاحسن حاجه. ليه؟ ما عندناش تصنيع، ما عندناش موارد دولار، موارد اقتصاديه بتجيب لنا فلوس حقيقيه. عندنا فقاعات. ايه الفقاعات؟ بيع ارض، خد لك سيف وكمان سيف وانزل بايه؟ براس الحكمه. بعت راس الحكمه، خدت فلوس راس الحكمه، خلصت فلوس راس الحكمه، وفضل ايه؟ وفضل الفقر ومعدلات التضخم في مصر زي ما هي بل بتزيد في بعض الاحيان. طب نروح على الكهرباء. يعني عندنا في الفيديو ده معانا يا جماعه؟ معانا؟ طيب لحد ما يكون معانا. عندي بوست كانت كاتباه قناه الاون تي في، بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك الفرق بين الدوله والارهاب. الدوله والارهاب، خد بالك من التعريف ده، ده مش تعريفي، ده تعريف الاون تي في للارهاب. ده اتكتب في 20 يونيو 2023، كاتبين ايه؟ زي النهارده كانت الكهرباء بتقطع بالساعات، صح؟ والنظام كان بيقول لنا البسوا ملابس قطنيه، ما عندناش حل. النهارده بقى 20 يونيو 2023 الشبكه القوميه للكهرباء فيها فائض اكتر من 13,000 ميجا وات. وده الفرق بين دوله اشتغلت صح على حل الازمه وتنظيم ارهابي كان جاهز يوصل وينفذ مخططات شيطانيه، لكن مش جاهز يحكم دوله بحجم مصر ويسعى على مصالح شعبها. طيب عظيم قوي. الكلام ده امتى يا جماعه؟ الكلام ده من اقل من سنه. كانوا شايفين في الاون تي في ان قطع الكهرباء بالساعات ده ارهاب، وكانوا بيقولوا لنا ان احنا عندنا فائض من الكهرباء 13,000 ميجا وات. انا بشكر اون تي في جدا على البوست ده، وبقول لهم يا جماعه انتوا مبدعين، انتوا مبدعين. يبقى الدوله اللي بتقطع الكهرباء على شعبها دوله ارهابيه، نظام ارهابي بلطجي زي نظام عبد الفتاح السيسي ده بشهاده الاون تي في. بس هنا كمان انا عايز اسالهم واسال السيسي واسال اللي معاه، فين ال 13,000 ميجا وات من الكهرباء الفائض؟ وديتوها فين يا جماعه؟ وديتوها فين؟ مش انتوا بتقولوا ان عندنا فائض في الكهرباء؟ مش دي كانت من الحاجات اللي بتفتخروا بيها لحد السنه اللي فاتت؟ راحت فين؟ ولا التنظيم الارهابي اللي بيحكم الدوله وبيستعين بالعرجاني وغيره افلسها وحتى ضيع الكهرباء اللي بتيجي اللي هي كانت توفر فيها؟ يا ريت تقولوا لنا عشان من حضراتكم نستفيد. نروح للشروق اللي بتقول لنا وبترد علينا، متى يتم التوقف عن قطع الكهرباء؟ امتى هيبقى مفيش قطع كهرباء ومفيش تخفيف احمال؟ تعال نشوف الاجابه في الخبر اللي اوردته الشروق. ممكن يا جماعه نجيب الخبر؟ الخبر اوردته جريده الشروق زي ما حضرتك شايف كده. متى يتم التوقف عن قطع الكهرباء؟ متحدث الحكومه اجاب. نشوف التفاصيل كده. المتحدث باسم رئاسه الوزراء بيقول لك ايه بقى؟ يا اما نخفف الاحمال او نعوض ده بالسلع والادويه. شدد ان الدوله تسعى لترشيد الانفاق بحيث لا يتم المساس بالاولويات زي الادويه والاغذيه. وقال لك ايه؟ احنا معانا. طيب افهمك الموضوع بسيط ببساطه. دلوقتي الدوله نظام عبد الفتاح السيسي اللي وصفته قناة الاون تي في انه تنظيم ارهابي بيقطع الكهرباء عن الناس، بتقول لك ايه؟ عايز كهرباء ولا عايز دواء واكل؟
هتقول عايز كهرباء، هيقول لك طب ما فيش ايه الدواء والاكل هيقله. طب تقول له عايز اكل ودواء، هيقول لك طب هيبقى في اكل ودواء بس الكهرباء هتقل. هتقول له عايز الاثنين، هيسجنك ويقول لك انت كده ايه بتعمل على إثارة الرأي العام والشغب والبلبلة وبتسعى لقلب نظام الحكم. أو أنت من الإخوان، أو أنت من 6 أبريل، أو أنت من 7 الصبح. ليه؟ النظام العبقري الشاطر، النظام الجامد جدا اللي هو يعني ولا العتاولة في قوته، بيقول لك يا شعب يا تاكل يا تعيش في نور. هتختار تاكل، مفيش كهرباء ساعتين في اليوم أو 3 أو 4 حسب ظروفك. طب هتختار الكهرباء يبقى ايه ما تاكلش والاسعار تزيد. طب ما احنا الاسعار زايده ومفيش كهرباء. انتوا مش واخدين بالكم من كده ولا ايه؟ الاسعار بالفعل زايده والكهرباء بتقطع. طب ده ايه بقى؟ انتوا رحتوا فين كده؟ تعال نشوف اللي بعد كده. طيب عملوا ايه في الاسعار؟ ما هو دلوقتي قال لك الكهرباء تقطع يبقى عندك ايه؟ ويبقى عندك اكل، يا ما عندكش اكل والاسعار تزيد قوي يبقى عندك كهرباء. احنا دلوقتي الكهرباء بتقطع، ولما نبص على الاسعار هنلاقي ان اللبن المدعم ارتفع 200%. اللبن المدعم ارتفع 200%، وازمه الببرونة بتدفع الناس للبحث عن مرضعات. ما شاء الله رجعنا للثلاثينات والاربعينات اذا لم يكن الى ابعد من كده. يبقى طب احنا بنقطع الكهرباء، بتقطعوا علينا الكهرباء يا جماعه. طب ايه ازمه الكهرباء دي؟ ايه ازمه الاسعار السلع والاكل؟ ما نعرفش والله، هو حظكم كده. طب احنا نعرف نعترض؟ لا ما ينفعش نعترض. طب عندنا ممثلين لينا في البرلمان ينفعوا يسالوا الحكومه يعترضوا؟ ما ينفعش يسالوا الحكومه ولا يعترضوا. ليه هو كده؟ انت في حكم قهر، انت في حكم عسكري، وفوق ده كله الراجل اللي قاعد على راس الحكم بيقول لك ان احنا جامدين جدا، واعلامه بيقول لك احنا سبقنا المانيا وفرنسا وبريطانيا والكلام ده. طيب هتقول لي ما تمسكش في موضوع اللبن اللي زاد 200% ده والبيبرونه والمرضعات، ممكن في حاجات تانية بترخص. تعال نشوف الشروق فيها تصريح لرئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه بيقول لك ايه بقى. بيقول لك بينفي اصلا ان في انخفاض حصل في اسعار الحاجات اللي هي الاجهزه الكهربائيه، وبيقول لك يا باشا الناس اللي طالعه تقول ان في 30% انخفاض في الاسعار كذابين، لان السوق كله واقف ومفيش حاجه بتتباع. طب ده معناه ايه؟ معناه ان السوق واقف ومفيش حاجه بتتباع ومفيش فلوس و و و. طيب يمكن الاجهزه الكهربائيه واللبن بس اللي سعرهم بيرتفع؟ لا، الذهب وصل لتمام يعني زي شهرين ثلاثه عدى 3000. الذهب يا جماعه ب 3280، وده اعلى مستوى ليه من شهرين. ايه راي حضرتك؟ اظن يعني الاسعار كلها بتزيد اهي، يعني اسعار الذهب، اسعار الاكل والشرب، اجهزه كهربائيه. طيب عامل الكهرباء والله رايح، يعني الناس بتدي عليهم، انتوا عارفين ناس غلابه ما لهمش حاجه، يعني ما لهمش يد في المصايب اللي حاصله دي. فالراجل رايح يقول لهم اللي فيها، وان احنا هو واقف بقى يقول لك ايه، انتوا كنتوا بتقولوا ليه الكهرباء مثلا بتقطع في بشتيل وما بتقطعش مش عارف في الجيزه مثلا، تعالى ما بتقطعش في الوراق، تعالى هنقطع على الكل، ودي تعليمات ويا جماعه ما تدعوش علينا. شوف الفيديو ده علشان بس تعرف ان كلنا في الهم سواء، تزعلوش مننا يا جماعه وما تدعوش علينا. دي البلد، قال لك يعني بتوع بطرس او لابورتوس زعلانين وبيقول لك بشتيل ما بيقطعش فيها. طب تعالى كله تك 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 يا جماعه ما تزعلوش مننا ان كنا بنحاول نعمل واجب معاكم. طيب غضب في الشارع عشان الاسعار هتلاقيه في مكملين بس واحمد سمير اللي بيقوله؟ لا يا سيدي، زي ما متعود مع حضرتك بجيب لك دايما كلام الناس الموجود على السوشيال ميديا اللي هتقدر تدخل تبحث عنه وتلاقيه. تعال نشوف مع بعض فيديو مجمع لبعض الآراء من السادة المواطنين وهم بيتكلموا عن ان الأسعار بالفعل بتزيد ومفيش حاجة بتقل. احنا رايحين للولا حاجة، رايحين لزيادة أسعار، رايحين لوضع اقتصادي أصعب من اللي احنا فيه. زي ايه؟ عندك الخبر اللي هتشوفه قدام حضرتك دلوقتي، اتساع عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 441% على أساس سنوي. طيب عندك خبر تاني،
التوترات الاقتصادية، عشان احنا ماشيين كده بدماغ سيادة الفكيك، التوترات دي بتزيد سطوة الدولار على الجنيه المصري. بلومبرج بتقول لك فروق عملة ب 30 مليار جنيه تحول حديد عز الى الخسارة في 2023. ده فروق العملة، يعني الراجل مش فاشل في إدارة الاقتصاد، لا لا لا، او شركته، لا، ده فروق في العملة. طيب اقول لك على خبر، الجماعة اللي طلعوا يحتفلوا بالعاصمة الإدارية الجديدة الجميلة اللي هي مصروف عليها كتير قوي من السلف، ما حدش هيقول لك ده. شوف معايا الخبر ده من على المنصة، بتقول لك ايه؟ في خلال 20 شهر، يعني قول سنتين، يعني سنتين ولا 4 شهور عشان المصداقية، باعوا 100 فدان بس في العاصمة الإدارية الجديدة. قدامك اهو، قدامك الخبر، بيع 100 فدان فقط خلال 20 شهر في العاصمة الإدارية الجديدة. بكام دول؟ 65 مليار جنيه. ده اتصرف عليها بقى كام العاصمة؟ العاصمة اتصرف عليها 65 مليار جنيه فقط البنية التحتية في 2024. طيب ازيدك من الشعر بيت، مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 237 ألف فدان. هتقول لي ما هو طبعا مش كلهم مباني، هقول له طبعا أكيد مش كلهم أرض ممكن تشتريها، في مباني وفي شوارع وفي خدمات و بس عموما في كل الأحوال اللي اتباع من العاصمة الإدارية الجديدة في 20 شهر، زي ما المنصة بتقول والعهدة على الراوي اللي هو المنصة، 20 شهر اتباع فيهم 100 فدان فقط لا غير. طيب ايه تاني؟ تعال نشوف مع بعض، مصر فين؟ مصر في الديون فين؟ مصر واحدة من اكبر 10 دول في العالم بتاخد ديون او عليها ديون، الاكثر استدانة في العالم. ممكن نشوفهم ونتابعهم مع بعض في التصميم اللي هنشوفه دلوقتي معانا. مصر ضمن أكثر 10 دول استدانة من صندوق النقد في 2024. الأولى عالميا الأرجنتين، واخدة 43 مليار من صندوق النقد الدولي. مصر واخدة حوالي 15 مليار دولار، ودي الثانية عالميا. يعني ربنا يخلي جمعة، ربنا يخلي الحاج أبو محمود وهو خاربة. ده من صندوق النقد لوحده، لسه البنك الدولي ولسه من الدول، واحنا بناخد من الدول، ومفيش حتة ممكن تستلف منها الا عبد الفتاح السيسي مستلف منها بالفعل. طيب في كلام اليومين دول، هنروح على موضوع الحكومة الجديدة. قالك وفقا للدستور هيكون في وزراء جداد ورئيس وزراء جديد وفي محافظين جدد. بعض الناس بتتكهن ان رئيس الوزراء الجديد ممكن يبقى كامل الوزير، وبيستدلوا على ده ان كامل الوزير بيدي بعض صلاحياته لمش عارف مدير ايه عنده كده. ده مش دليل على اي حاجة. هو في العموم عشان تبقى حضرتك معايا في قصة رئيس الحكومة، هو لازم يبقى موظف شاطر في سمعان الكلام، مش يبقى شاطر، لا، لازم يبقى واحد تمام يا فندم، يشيل الورق كده زي مصطفى مدبولي ويقعد يقول له يا دكتور مصطفى، تمام يا قوم يا مصطفى، تمام يا فندم، روح يا مصطفى. يكون واحد شاطر انه يسمع الكلام، لان عبد الفتاح السيسي قال لكم هو مين قبل كده؟ قال لك انتوا عايزين تقعدوا بقى تقولوا وتعملوا وانا اكتب وراكم وكده؟ لا صحيح، هو مش مقتنع بالكلام ده، مش مقتنع ان هو حد بيفهم اكتر منه، هو مقتنع ان هو ملهم وموهوب وربنا بيوحيله ومصر بتكلمه وامه قالت له الحاجات الحلوه كلها قبل كده قبل ما تموت. واحنا لازم ندفع تمن ده، حتى لو مش مقتنعين ادفع بقى، لان هو شايف نفسه كده. تعرف تعترض، السجون موجوده والقبور اكتر منها. فاللي جاي واحد بيعرف يوطي دماغه في الارض ويطرطق ودانه، تمام يا فندم، ويعمل كده، تمام يا فندم، حاضر يا فندم. كامل الوزير مش كامل الوزير، هو واحد بيسمع الكلام، ومع يعني هنشوف يعني اذا كان كامل الوزير ولا غيره. مصطفى بكري بيقول لك اهو المحافظين والحكومة هيتغيروا وفقا للدستور. انا عندي فيديو بس انا مش هصدعكم بكلام مصطفى بكري، بس عموما في تغيير في الحكومة وفي رئيس وزراء جديد هيكون مفاجأة، هيفاجئ الشعب المصري بان هو هيكون مطيع اكتر من مصطفى مدبولي، هيكون بيسمع الكلام اكتر من مصطفى مدبولي، هيكون بيحط وشه في الارض اكتر من مصطفى مدبولي، وبيهمه مصلحة السيسي مش مصلحة السادة المواطنين. بالمناسبة هما مزنوقين اليومين دول، يعني بيقول لك
في عجز في الغاز الطبيعي، وده اللي عامل لنا عجز في الكهرباء زي ما انتم عارفين، لان سياده الفكيك تدخل ففشل حقل زهر. فدلوقتي في مشكله في الغاز الطبيعي ملموسه في البلد، فناس بتحاول تساعد السيسي يعني. فطلع السادات قال لك احنا بندعو الحكومه الجديده للحوار. محمد السادات قدام حضراتكم هو رئيس حزب، قال لك احنا بندعو الحكومه الجديده اللي لسه ما اتعملتش، بس ان شاء الله لما تتعمل محمد انور السادات بيدعوها للحوار. يا جماعه ما انتوا في البرلمان، يا جماعه في حاجه اسمها طلب احاطه، يا جماعه في ادوات تقدروا تعترضوا بيها، في كلام تقدروا تقولوه. لا هم ما بيتكلموش وما بيقولوش وما بيعملوش، هم عايزين حوار. معرفش بلد ايه دي اللي لما يبقى فيها مشكله حياتيه لمسه المواطنين يقولك تعالى نعمل حوار مجتمعي، حوار اجتماعي، حوار سياسي. يا بيه البرلمان من حقه يراقب، البرلمانيين عندهم سلطه ان هم يراقبوا الحكومه ويسالوا الحكومه ويقيلوا الحكومه، انما احنا اللي عندنا بيتكسفوا ما بيبنوش على رجاله. فيقول لك ايه، والله احنا نقعد مع الحكومه نتناقش نتفاهم. وطبعا انتوا عارفين اللي من فوق مشغله هو السيسي ولا حكومه ولا بتاع ولا الكلام ده كله ليه لازمه. طيب ده بالنسبه للشعب، اما فيما يخص البشوات فالتعامل بشكل مختلف. يعني مثلا صفوت شريف اللي هو كان اسمه ايه، موافي، ضابط موافي الاورني ده اللي كان بيعمل اسقاط على الممثلات والمطربات ويشغلهم في افعال منافيه للاداب علشان ده شغل المخابرات وبتاع ايام صلاح نصر، عارفين انتوا القصه المشهوره دي. راجل فلوسه ملوثه، مش بس لانه كان اورني، لانه كان في النظام بتاع حسني مبارك وياما سرقوا من اموال الشعب. فياخدوا الفلوس دي مثلا يعملوا بيها حاجه للشعب؟ لا، بعد ما مات هو يرفعوا عنها، يرفعوا التحفظ عن اموال صفوت الشريف وبنت صفوت الشريف علشان يستمتعوا بالفلوس اللي سرقوها من جيوب الشعب المصري. وده بقى اعجاز النظام، ان ازاي اورني يتحكم في اموال المصريين وعيلته كمان تعيش وتتبسط بفلوس المصريين. زي ما قلت لك اهو الخبر اهو بتاع وزير النقل اللي هو كامل الوزير، اللي فوض رئيس الطرق والكباري لازاله التعديات. الناس قالك ايوه ده دليل بقى ان هو يبقى هو رئيس الحكومه. لا 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 مش كده، ده دليل عن انه بالرغم من ان جلد كامل الوزير تخين، بس خلاص بقى الناس بقت بتشتم والناس بقت بتتكلم، والراجل بقى ايه تقريبا حس انه خلاص كفايه كده، انا اتشتمت بما فيه الكفايه وخدت على يعني خد من الناس بما فيه الكفايه، فقرر انه يعني يفوض حد غيره علشان يروح هو ياخد الكلام من الناس، اللي هو مين؟ اللي هو رئيس الطرق والكباري. فخلاص، لان اللي حصل معاه فراس الحكمه اظن حضراتكم شفتوه تابعتوه معانا هنا، قبائل راس الحكمه ناس رافضه تسيب ارضها، متملكه الارض دي بعقود موثقه من الدوله، رافضين يسيبوا ارضهم. فحصل بينهم وبينه شد، هو شد وتعدى بالكلام وتعدوا عليهم بالالفاظ وكده. فتقريبا قرر ان اي حد فيها اي حاجه فيها تعديات هيصدر فيها رئيس الطرق والكباري، وده علشان خلاص بقى اللي هو ايه ياخد مكانه تانية. هل بقى هيبقى رئيس وزراء مش رئيس وزراء؟ ده اللي هنشوفه الايام اللي جايه مع بعض. طيب المفروض معانا تقرير يا جماعه. طيب تعالوا نروح على قصه جديده بيعملها لنا النظام وبعدها هسأل حضراتكم عنها، ألا وهي منخفض القطارة، قيمته وأهميته والفلوس اللي هتتصرف عليه. قيمة منخفض القطارة وأهمية منخفض القطارة والفلوس اللي هتتصرف على مشروع منخفض القطارة. ده اللي بيتكلم عنه موقع القاهرة 24، ده موقع استخباراتي زي ما حضراتكم عارفين. بيقول لك اقتراح مصري بحفر قناة في الصحراء الغربية لخلق بيئة صالحة للحياة. في اقتراح، والاقتراح ده يا جماعة للأمانة المشروع ده موجود والكلام عنه من أيام عبد الناصر، وربما من أيام الملك. يعني تم طرح الفكرة دي إن يكون في قناة في الصحراء الغربية من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة علشان تعمل بيئة للحياة في المنطقة دي. إكسبريس البريطانية بتقول
قناة منخفض القطارة هتكلف حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني. احسبهم انت بقى بالمصري اهو. قناة سويس مصغرة اللي بتبلغ تكلفتها حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني، واللي هتخلي المطر يهطل في الصحراء. كلام لحد دلوقتي من اكسبريس البريطانية. احنا لو بندور على المطر فاحنا عندنا مشكلة في المطر دلوقتي، وعندنا مشكلة في المناخ، لان احنا غطينا كتير من الترع. الترع صحيح كان بيحصل تبخر للمية منها، بس التبخر المية ده كان بيساهم في ترطيب الجو، درجات الحرارة متبقاش عالية، وكان بيتشكل منها السحب اللي بتنزل مطر. نزل مطر عندنا في الصحراء، في ليبيا، في البحر، محدش عارف، ولكن كانت بتساهم بشكل كبير في ترطيب الجو. نرجع لمنخفض القطارة. في 2023 ايجيبت للاستثمارات وقعت اتفاقية جديدة لدراسة فكرة منخفض القطارة. طيب عندنا خريطة ممكن نشوفها مع بعض عشان نفهم فكرة منخفض القطارة اللي قدام حضراتكم. القناة دي هتبدأ شمالا من البحر الأبيض المتوسط وتنتهي جنوبا بمنخفض القطارة الموجود بالفعل. طول القناة دي حوالي 55 كيلومتر مربع. مهم جدا نعمل عليها دراسة مهمة أو دراسة حقيقية، دراسات جدوى، علشان نعرف هتكون مفيدة ولا مش مفيدة. السؤال هنا، هل النظام بيدور على المصلحة ولا بيدور على القرض أبو 1.5 مليار جنيه استرليني؟ تقدروا تسألوا النظام، وتقدروا تقولوا لنا برضو رأيكم. أنتوا بتثقوا في المشاريع اللي بيعملها السيسي؟ هي مشاريع ذات جدوى ولا المشروع بيتم تسويقه لحضرتك بشكل وبعدين تشوف النتيجة حاجة تانية؟ طيب، مخاطر ملء منخفض القطارة زي ما اتكلم عنها بعض العلماء، تعالوا نشوفها مع بعض. احنا لا نقر ان المشروع هيبقى كويس ولا هيبقى يكون وحش، احنا بنحاول نعرض الجوانب السلبية والإيجابية. إيجابية انه هيخلق منطقة جديدة للحياة والاستثمار وغيره، هتبقى منطقة حقيقية ممكن يعيش فيها الناس، وتطلع الناس شوية من الدلتا والوادي، ويكون عندنا منطقة سكانية حقيقية فيها نشاط سكاني واقتصادي. بس هل ليها مخاطر؟ ليها بعض المخاطر، ممكن نستعرضها مع بعض في العرض اللي هنشوفه دلوقتي، ونقول مخاطر ملء منخفض القطارة في مصر. أولا المخاطر البيئية، يتوقع أن يؤدي تبخر مياه البحر إلى تراكم الأملاح في التربة، مما قد يجعلها غير صالحة للزراعة. اثنين، تلوث الهواء قد ينتج عن تبخر مياه البحر انبعاث غبار ملحي، مما قد يؤثر على جودة الهواء، لأن الهواء اللي هيتبخر هناك ده مية بحر، مش مية ترع، مش مية عذبة. المخاطر الجيولوجية، الاهتزازات الأرضية قد يؤدي ملء المنخفض بكميات كبيرة من الماء إلى زيادة الضغط على القشرة الأرضية، وقد يؤدي ملء المنخفض إلى تلوث المياه الجوفية أو تغيير مستوياتها في المنطقة وفي الصحراء الغربية عموما. طيب في مخاطر أخرى من لملء منخفض القطارة، وهي المخاطر الاقتصادية، التكلفة العالية والاقتراض من الخارج. يتطلب المشروع استثمارات ضخمة في البنية التحتية وعدم اليقين من الجدوى الاقتصادية، لا تزال هناك شكوك حول الجدوى على المدى الطويل. المخاطر الاجتماعية، نزوح السكان، قد يتطلب المشروع تهجير بعض السكان من مناطقهم. هنا المشكلة الأساسية اللي نقدر نتكلم عنها هي انك دلوقتي عليك ديون كتير، مشروع مهم ولكن محتاج فلوس اكتر، فلوس مش في امكانياتنا، فهنعمل ايه؟ هروح نقترض، والبلد بصراحة مش ناقصة قروض. يعني ما عملتش ليه ده بفلوس العاصمة الادارية الجديدة او بالقروض الكتير اللي راحت في الفاضي؟ لان انت ما عندكش اولويات، مش فاهم انت بتعمل ايه. بتعمل مشاريع في حاجات اقل اهمية وفي حاجات مهمة جدا، فانت بتعمل الاقل اهمية وتسيب المهم جدا، ودي مشكلة الغبي اللي بيتحكم في الأمور ويقولك أنا مش عايز دراسات جدوى. طيب القاهرة 24 بتقولك التبخر الناتج عن إنشاء البحيرة سيولد أمطار كبيرة. هم شايفين كده أن التبخر اللي هيحصل هيولد أمطار كبيرة، مع أن الأمطار دي كانت موجودة بالتبخر اللي بيحصل من بعض الترع في من اللي هي فيها مية النيل، مية العذبة، ولكن أنت منعت ده. بس انت دلوقتي عايز ترجعه تاني بالقناة اللي هتكلفك مليارات.
عندنا اراء لجيولوجيين ممكن نبص عليها لان هم طبعا افهم ودي يعني خبراتهم او دي مجالاتهم. جيم ديلونج مهندس سابق متقاعد بيقول هناك العديد من المنخفضات في العالم، البحر الميت، القطارة، الوادي الميت، وهي اقل متعلق من مستوى سطح البحر. ما هي أهمية ارتفاع مستوى سطح البحر اذا ملأنا تلك المنخفضات بمياه البحر؟ هذا ليس مهما لانها صغيرة جدا وسوف يتبخر الماء بسرعة، وسيتعين علينا الاستمرار في ضخ المزيد من المياه، والنتيجة ستعني إضافة القليل من الرطوبة في الهواء وبالتالي زيادة طفيفة جدا في هطول الأمطار في الأماكن الجافة زي جزيرة سوية العربية، طبعا قصدي الجزيرة العربية ونيفادا، والتي قد تختلف من حدة الجفاف قليلا. جيولوجي البريطاني بوريس بارتلوغ ليه رأيه كمان، بيتكلم إذا كان العالم معرضا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر ألا يمكنهم السماح بتدفق الأمطار إلى منخفض القطارة؟ تستطيع، لقد أجبت بالفعل على سؤال آخر على نفس المنوال. إذا قمت بالحسابات فإن ملء منخفض القطارة يخفض مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بنحو 3 ملي، وهذا ليس شيئا، إنه يعادل ارتفاع مستوى سطح البحر لمدة عام. فدول جيولوجيين عالميين بيتكلموا عن أن الموضوع ليس مهم الأهمية التي يمكن أن يعرضها أحدهم على حضرتك. طيب إحنا في بلدنا بنخاف من مشاريع الحكومة لأن الحكومة ما بتشركش الناس، ولما بتشرك الناس بتبقى الأمور برضو لسه مش واضحة. هل سيكون مصيره غامض المشروع ده؟ ليه؟ لإحنا عندنا دولة دلوقتي ما بتفكرش، مشكلتها أنها بتعملش دراسات جدوى وتشوف جدوى المشاريع دي إيه. يا مبارك قالوا عن توشكا دي، لو انتوا فاكرين ايام كمال الجنزوري، ان توشكا دي هتاكل مصر والعالم وبتاع، وبعدين ما كانش المشروع اللي بالك فيه. يعني مثلا الحكومه باعت الفدان في توشكا ب 50 جنيه. طب هي كانت صرفت عليه كام؟ كانت صرفت عليه 50,000 جنيه. انت متخيل ده حصل بالفعل؟ اموال توشكا ذهبت ادراج الرياح، الحكومه باعت الفدان ب 50 جنيه وصرفت عليه 5,000 جنيه. هل مشروع القطارة هنبقى حاجة شبه مشروع توشكا؟ توشكا دي يعني عشرنا الموضوع ده وعصرناه واحنا صغيرين، وكانوا بيقولوا هيأكل مصر والوطن العربي وهينقلنا نقلة تانية ومختلفة. طيب سنة 2015 عشان بس اقول لك من الوزارة نفسها، وزارة البيئة رفضت مشروع منخفض القطارة. مين؟ وزارة البيئة المصرية في 2015 رفضت مشروع منخفض القطارة. شوف معايا الفيديو اللي بيأكد أو بيترخ لرفض وزارة البيئة في 2015 لمشروع منخفض القطارة. كان وزارة البيئة المصرية في 2015 رفضت مشروع منخفض القطارة لما يحمله من مخاطر بتهدد النيل، بتهدد النيل، وانتوا عارفين النيل بالنسبة لنا هو الحياة. فهل تأكد عبد الفتاح السيسي ان المشروع ده هيقضي على النيل مثلا فمصر عليه؟ ما هو عادي الراجل بيعمل كل حاجة تضرنا وفي الاخر يقول لنا انا اسمي كوهين في الاخر، عادي باي باي اسمي كوهين وبوظت لكم بلدكم مع السلامة. ولا هم شايفين ان المشروع هيبقى تمام التمام ووزارة البيئة تطلع دلوقتي تقول لنا لا مفيش مشاكل وعملنا دراسات والدنيا زي الفل، مستنيين حد من وزارة البيئة يطلع يتكلم؟ هل انتم مصرين على كلامكم بتاع 2015 ولا غيرتوه؟ ويا ترى لو غيرتوه، انا عارف ان انتم هتغيروه، غيرتوه ليه؟ هل المخاطر اللي كانت بتحيق بالبيئه والنيل اتغيرت؟ لان الصحراء الغربيه زي ما هم بيقولوا في وزاره البيئه اعلى من الصحراء الشرقيه، فممكن ده ياثر على النيل زي ما سياده الخبير اللي سمعتوه دلوقتي بيتكلم من 2015 باسم وزاره البيئه. طيب نشوف هشام صبري وهو بيقول لك بيضحكوا علينا ويقولوا لنا منخفض القطاره هيولد كهرباء. شوف معايا، طب احنا مش هنستفيد كهرباء او ان هو خليها يولد كهرباء؟ بس انت قلت لي ان انت ما عندكش مشكله في الكهرباء، انت قلت لي انك عندك 17,000 ميجا وات كانوا فايض السنه 23، وانت دلوقتي علشان عندك مشكله في الغاز او بتربي الشعب، يعني كل ده جايز لان 300 مليون دولار بالنسبه للحكومه ما هماش كتير،
انك تدفعهم في السنه في الشهر علشان ما تقطعش الكهرباء، خاصه ان انت بتاخد من الناس تمن الكهرباء. انما واضح ان هي تربيه للشعب او قرص ودن للشعب عشان يلهي الناس، او يعني انتوا هتعيشوا كده سعداء؟ هتعيشوا عادي؟ لا، فالنظام يقل راحتكم عادي. وكلام هشام صبري قال لك والله الموضوع مش مستاهل اصلا. تعالوا نشوف تعليقات حضراتكم، عندي 7 تعليقات تقريبا على منصه اكس، وبعدها نشوف تقرير واسال حضراتكم بعدها هل لازلتم بتثقوا في مشروعات عبد الفتاح السيسي؟ وممكن بالمره تقولوا لنا اخبار الوضع الاقتصادي ايه؟ نشوف مع بعض التعليقات اللي اتكتبت عن المشروع. راجع عفو الله بيقول اللهم لا نسالك، اللهم لا نسالك رد القضاء بل نسالك اللطف فيه. السيسي تقريبا مهووس بالحفر والقنوات، وتقريبا قرر يحفر قناه جديده بطول 55 كيلو من البحر المتوسط الى منخفض القطار. نفس المشروع من ايام جمال عبد الناصر، وكل الدراسات اثبتت عدم جدواه وخطورته على خزان المياه الجوفي في الصحراء الغربيه، لكنه راجل مهووس بالقروض والمشاريع الضخمه، وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليار استرليني بشكل مبدئي للمشروع. التكلفه الاجماليه غير معروفه، والجديد في الدراسات اللي اثبتت جدواه الان لم ينشرها احد، وتم اتخاذ القرار بليل، واتمنى من المتخصصين في الجيولوجيا ومهندسي التربه يبحثوا، يا ريت يبحثوا ويقولوا لنا والله. طيب التعليق اللي بعد كده على منصه اكس على الموضوع كتبه وليد عبد الرسول، بيقول يعني ضاع مننا مياه النيل، وكمان ضيع مننا مياه النيل، وكمان عاوز يضيع خزان المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه. ده معناه نهايه الارض الزراعيه المستصلحه في نطاق محافظه البحيره والمنوفيه والجيزه اللي بتعتمد عليه في الزراعه. وبعدين المنطقه دي مخطط ليها انها تكون دلتا الجديده. التناقض ده. التعليق اللي بعد كده على نفس الموضوع كتبوا معانا او كتبته ناهد، بمناسبه البخر هيزود الرطوبه وممكن الامطار تسقط في البحر او ليبيا عادي. يعني على فكره البخر الناتج من بحيره ناصر بيسقط امطاره في السعوديه. انت تتحكم في البخر ينزل امطاره فين؟ مصطفى حمزه، انا بصراحه شايف المشروع ما هو الا رشوه من اوروبا لتخفيف فكره ارتفاع منسوب البحر عن طريق سحب كميات من المياه كبيرة جدا لمنخفض القطارة وحماية الشواطئ في أوروبا من الغرق خلال السنين اللي جاية. ده كلام مصطفى حمزة. أما هواري بيقول مهندس التربة كان الأول، مهندسي التربة كان الأولى يبحثوا التربة في مشاريع الصوب الزراعية. إحنا موتى ننادي موتى والله. يعني كنت شفت موضوع الصوب الزراعية الأول. محمد قاسم بيقول هذا المشروع كنا ندرس عدم جدواه في مادة جغرافيا في الثانوية العامة، فلماذا بعد امتلاء منخفض القطارة؟ لا شيء، سواء انك اقتطعت من مساحة مصر للبحر بالاضافة لملوحة المياه الجوفية، اعتقد انها صفقة مع بعض القوى لتخلصهم من ارتفاع منسوب البحر والتضحية بأرض مصر. عادي السيسي يعمل كده وابو كده كمان. عندنا تعليقات تانية. داليا بتقول المنطقة دي فيها مياه جوفية عذبة، القذافي كان عامل منها نهر صناعي، نقوم احنا ندخل لهم 55 كيلو مياه مالحة. لا 55 ده طول الايه؟ طول القناة يا داليا. المياه اللي هتدخل بقى مئات المليارات من الامطار المكعبة من المياه المالحة اللي هتدخل المنطقة دي. طيب نشوف تقرير عن منخفض القطارة وبعدين نرجع نسمع من حضراتكم بتثقوا في مشروعات السيسي ولا يعني اللي شفتوه كفايه؟ شوفوا التقرير ونسمع من حضراتكم. منخفض القطارة في مصر واحدة من أكتر المشروعات اللي بيتم الكلام فيها حتى بين الناس على القهاوي أو بين الطلاب في المدارس والجامعات. دايما هتسمع أن بإقامة المشروع ده الفرخة هتبيض ذهب ومش هنحتاج دولارات تاني وشكرا ما نتحرمش. وبالفعل جمال عبد الناصر بدأ بدراسات جدوى، حتى الرئيس الراحل أنور السادات أقام ليه لجنة وهيئة خاصة واستعان وقتها بالألمان، وتم إنتاج 6 مجلدات عن احتمالية ملوحة التربة والاهتزاز الاهتزازات الأرضية، وفجأة وقف الموضوع. عدى كمان 30 سنة في وقت حكم مبارك ومنخفض القطارة زي ما هو معلنا مجازا، سيبوني في حالي وتشكر ما نتحرمش. يسكت عبد الفتاح المكسيكي؟ أبدا. راح بسرعة للبريطانيين وقال لهم عايز فلوس عشان أحفر وأوصل البحر بالمنخفض، وصرح إعلامه يقول ده مشروع العمر اللي هيجيب كهرباء ويرطب الجو ويبقى مزار سياحي ترفيهي. لكن أبدا ما تكلموش عن قضائه على المياه الجوفية
اللي بتعتبر كنز استراتيجي لمصر ما تكلموش على انه هيقضي على مستقبل اي زراعة في المنطقة دي بالكامل وما حولها، ما تكلموش عن اي حاجة الا ان اهل الشر اللي هم احنا تقريبا بيشككوا في انجازات الوطن وعايزين يخربوا مصر. وعلى افتراض انه مشروع ناجح ومفيد لمصر، هل انت شايف منك ليه ان ده وقته؟ هو اللي معاه قرش من رأس الحكمة محيره ويجيب حمامه ويطيره؟ بقى بلد بتعاني من القروض والبطالة والفقر عايزة تحفر عشان تعمل منتجع سياحي؟ شفته خيبة اكبر من خيبتنا. مشروع مهم ولا مش مهم؟ تثقوا في السيسي ولا لا؟ وفي مشروعاته؟ ده سؤالي لحضراتكم. خلينا نسمع من امة الله اللي معايا في اول اتصال. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ احمد النهارده. احمد ان شاء الله. ازي حضرتك؟ قولي لي يا استاذه يا امة الله. الحمد لله. الله يخليك. انت بتثقي في مشروعات عبد الفتاح السيسي ولا تتوجسي؟ لا طبعا، لا طبعا والله، كل مشروعاته فاشله فاشله فاشله، يعني كلها جابت مصر الارض قروض قروض، كله سلف. يعني انا لم اعمل مشروعات، اعمل حاجات اصنع اجيب فلوس اشوف ايه اللي في البلد ينفع ان انا اشتغل بيه، لكن ان انا استلف 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 طبعا ده غلط. واخرتها اخرتها ايه؟ فيعني ده اخرتها ايه؟ ما انا بقول ايه فاضل فيك ايه يا مصر؟ فاضل فيك ايه يا مصر لما ضيعوا نيلك؟ فاضل فيك ايه يا مصر لما فرطوا في طينك؟ فاضل فيك ايه يا مصر لما جوعوا جيلك؟ فاضل فيك ايه يا مصر لما شوهوا دينك؟ فاضل فيك ايه يا مصر لما سجنوا محبينك؟ فاضل فيك ايه يا مصر؟ قومي قومي يا مصر والحق اللي باقيلك. شكرا ليكي، بشكرك جدا على وجودك معانا. شريف من مصر. شريف، ايه المشكله ما تخلوا الراجل يجرب المشروع؟ مش يمكن يطلع حلو؟ اتفضل يا شريف. شريف احنا سامعينك، مش عارف سامعنا ولا لا. يا استاذ احمد عامل ايه؟ اهلا الله يخليك. ما تخلي الراجل يعمل المشروع يا اخي، مش يمكن المشروع يطلع حلو؟ حلو يا شريف. هو جاي عشان يخرب البلد دي يا عم ربنا. سامعني؟ اتفضل كمل. جاي يخرب. هو قال لك انا الفلوس بره وانا وراها. عايز ايه منه تاني؟ عاوز منه ايه تاني؟ واحد خاين وبيقول لك انا خاين، وش هتعوز منه ايه تاني؟ يعني انت مش واثق في عبد الفتاح السيسي يعني ولا مشروعات؟ ولا واثق فيه هو شخصيا، ده عديم الشخصيه اصلا. شكرا يا شريف، اشكرك على اتصالك بينا. احمد من مصر معانا. استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. ايه المشكله ما الراجل عمل العاصمه الاداريه وعمل تفريع قناه السويس وهيعمل قناه جديده، ما تخلوه يعمل منخفض القطاره، مش يمكن يطلع حلو؟ والله العظيم يا استاذ احمد اقسم لك برب العزه، 10 سنين اوسخ 10 سنين شفناهم في حياتنا، قهر وظلم وفساد وسرقه ونهب وفساد وكل الاشياء القذره ما شفناش غير في 10 سنين دول، وسرقه وتهريب اموال وناس وذل وقهر والناس خلاص يا استاذ احمد، مش يعني الناس تعبانه، احنا ايه اللي شفناه منه من 10 سنين دول؟ شفنا منه كل حاجه وحشه، شفنا منه كد 10 سنين كد، 6 أشهر وسنتين وسنه وهتشوفوا مصر، وزائد اعلام قذر بيطبل له، وزائد شويه يعني نصابين بيجيبوا حواليه يسقفوا له بالاشاره، ادي اللي احنا خدناه في زحمه. نصابين حواليه بيطبلوا له. بشكرك يا استاذ احمد. معانا عرفات من مصر، اتفضل يا عرفات. احمد اتفضل، اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ايه رايك في موضوع مشروع منخفض القطاره اللي رفضته وزاره البيئه من بس يعني حوالي 7-8 سنين؟ والله يا استاذ احمد الواحد علشان تعليمه ازهري، فعندنا قاعده فقهيه بتقول من قال لا ادري فقد افتى. بس وزاره البيئه تدري يا عرفات، وزاره البيئه تدري. لا ده انا بكلمك على موضوع ان انت بتقول مصر اكبر دوله مدينه في العالم ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا مصر تاني دوله. لا استنى بس، روق.
مصر تاني أكبر دولة مدينة للبنك الدولي بعد الأرجنتين بحوالي 15 لا. مليار. ده الصندوق النقد مش البنك الدولي حضرتك. طيب معلش البنك الدولي صندوق النقد، احنا مديونين لطوب الأرض عرفات يعني. كم؟ ازاي يعني مش فاهم مديونين لطوب الأرض ازاي الأول بس بعد إذن؟ طيب بتعالى يعني وبتعالى وقت فاضي اشرح لك ازاي مديونين لطوب الارض. احنا علينا اكتر من 170 مليار دولار بشكل معلن يا عرفات. احنا بعنا ارضنا علشان نسدد الديون واقساط الديون وفوائد الديون اللي علينا زي ما بعنا كده راس الحكمه وما استثمرناش فيها لو عايز تعرف. ولسه هنبيع حاجات كتير جدا يا عرفات زي ما انت فاهم، العهد البيع الباب اتفتح واللي عايز يشتري ومعاه يجي يشيل. ايه رايك في مشروع مخفض القطاره عرفت؟ طيب حاضر، بس يعني انت كلامك اتكلمت بس في نقطه ممكن نقفلها. ايه رايك مع لا انا سؤالي يا استاذ عرفات، انا في الاول سالتك زي ما بسال المشاهدين كلهم عن مخفض القطاره، ودلوقتي عندنا وزاره البيئه وعرضنا لحضراتكم الفيديو من 2015 بتقول انه في مخاطر مهوله على مصر، وفي ناس بتقول هيبقى كويس، انت ايه رايك؟ طيب حضرتك منخفض القطاره دي زي ما فيه واحد عندك عرج عليها كده في تويتر بيقول لك ان احنا كنا بندرسها من واحنا في الثانوي. حضرتك منخفض القطاره مشروع متكامل يا استاذ احمد. لا استنى بس استنى، عشان انت كده بتقول نص كلام الراجل. قال لك كنا بندرس في الجغرافي الثانوي انه مشروع فاشل. ايوه الراجل قال كده. طب اكمل لك انا بقى. لا انت ما بتقولش كده يا عرفات، انت خدت ان احنا درسناه وهو مشروع متكامل، ده على لسان الراجل. الراجل قال ان هو كان مشروع فاشل زي ما درسنا في جغرافيا ثانوي، بس عشان ايه؟ عشان ما نقولش كلام مش صحيح على لسان الناس. اتفضل. ده كلام الراجل ان هو بيقول مشروع فاشل. ايوه. فانا هو انا هو اقول لك وجهه نظري بقى انا. طبعا يا سلام. اتفضل. السلام حضرتك، مشروع منخفض القطاره اولا ليس فيه بيئه هناك يا استاذ احمد لان دي منطقه صحراويه. ثانيا المنخفض القطارة لما تنزل المياه من أعلى للأسفل بتولد كهرباء ببلاش. ثانيا لما هتولد الكهرباء ببلاش هتحل المية نتيجة الكهرباء والتوربينات اللي تشغل مكن تحلية المياه ببلاش. ثانيا تعمل حياة وأرض زراعية ومجتمعات جديدة ببلاش. سنة بس. هي المية دي هتفضل تنزل ولا ايه؟ هي هو المنخفض ده هيفضل يتملي كتير ولا ايه؟ لا انا بتكلم هو البحر المتوسط بيخلص؟ طب المنخفض هو اللي هيخلص ولا هو هيفضل يتملي؟ ولا هو مخروم مثلا مش فاهم؟ انا بس بفهم منك اهو. ايوه السلامة بالسؤال على دماغي انا انور لك بس انت يا سلام. هو نسبه وتناسب يا استاذ احمد. ايوه القناه دي مثلا بتنزل في اليوم مثلا وليكن مليون متر او 2 مليون متر، احنا بنحتاج للزراعه مليون متر. فهو ايوه انت هتاخد المليون دول تحليهم وتزرع بيهم قصدك في الصحراء وتزرع بيهم الارض وبتعمل مجتمع في الصحراء. طيب يا ريس ما عملناش كده ليه في توشكا؟ ما قالوا لنا برضه ايام توشكا الكلام اللطيف ده وما حصلش حاجه. انت تعرف حاجه عن توشكا؟ اعرف حاجه عن توشكا، اعرف ان زي ما قالوا دلوقتي وعرضنا لحضرتك الخبر، يا ريت تجيبوه للاستاذ عرفات عشان يقتنع ان احنا اسمع بس الله يخليك، ان احنا صرفنا على الفدان 50,000 جنيه وبعناه ب 50 جنيه بالظبط. ما هو الدوله فين الدوله في الوقت ده يا استاذ احمد؟ الدوله هي الدوله والرئيس كان حسني مبارك من الجيش. ايوه والدوله لا هو الكلام قدامك اهو للدكتور بهي عيسوي اهو لو انت شايفه. اسمعني انا يا استاذ احمد، انا لا اتكذب ولا اتجمل ولا يعني الدكتور بهي عيسوي بيكذب ويتجمل؟ ما انا جايب لك كلام الناس المختصه. تقول له ان المشير عبد الفتاح السيسي وجد الجبل ايام مبارك 80 كيلو حجر واستخدم فيها 4 مليون طن ديناميت وقال لهم لو تكلف 400 مليون طن مقابل انني ازرع هذا الارض وما امدش ايدي للاخرين يا استاذ احمد. وتشكل ان تزرع يا استاذ احمد مليون تشكى بتزرع زي عفوا بس يا راجل ده مبارك شال فيها كمال الجنزوري علشان قالوا انت كذبت عليا وما حققتش العائد اللي احنا منتظرينه. يا استاذ عرفات ان كنت يعني فهلويا فما تجيش تمارس الفهلوه دي علينا. يعني بشكر حضرتك جدا. توشكا لم يحقق المأمول منه في زراعه وفي بس مش بالقدر اللي كانت البلد مستنياه. قالوا لنا هيبقى مجتمع وبيئه وهيبقى مش عارف ياكل الوطن العربي وكل عام وانت بخير. في شويه شركات او في مناطق هناك بيسيطر عليها شويه شركات اغلبهم مش مصريين، شركات خليجيه، وهي اللي بتصدر حتى اللي بيطلع من توشكا بره، انما مش يعني اللي اتقال لنا انه هياكل مصر، والا احنا لسه بنستورد اكل وشرب من بره واسعار السلع الغذائيه غاليه عندنا.
لو توشكا بتاكلنا ما كانش الاسعار بقت كده يا استاذ عرفات. شكرا ليك احمد من مصر، اهلا بيك. استاذ احمد مش معانا؟ طب الاستاذه نجات معانا من مصر؟ ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. هل تثقي في مشروعات عبد الفتاح السيسي؟ انا هتكلم على نقطتين بالنسبه لاني اثق في مشروعاته، لا انما المشروع في حد ذاته السادات الله يرحمه كان بيدرسه وكان على اساس ان هو يتعمل، لكن قالوا له ان ده اللي انا قريته يعني طبعا اللي في الاعلام ان كان في الدراسات بتقول هتعمل اهتزازات ارضيه جديده كتيره، وانا في النقطه دي بالذات بقول ازاي يبقى فيه التوصيه دي وهيتعمل النهارده المشروع بتاع المنخفض وبيتعمل المفاعل النووي اللي جنبيه ازاي؟ يعني اذا كان ده هيبقى تاثير اللي هو ان المنخفض ده يتملي بالميه وهتعمل اهتزازات كتيره جامده وبعدين نبتدي نعمل مفاعل نووي جنبيه ازاي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه اذا كان هم بيقولوا ان المنخفض دوت لما يتملي ميه يعني معناها بيسحب الميه من البحر المتوسط وده فيه يعني حاجه كويسه للدول الاوروبيه، احنا ملناش دعوه بيهم، هم يحلوا مشاكلهم لوحديهم، لكن كان ممكن يتعمل قناه اللي هي هتدخل الميه وقناه تطلع تاني الميه والقناه دي كلها تتبطن زي توشكا ما اتبطنت وزي ما قالوا الترع في كل الجمهوريه اتبطنت بحيث ان هي ما تاثرش على المياه الجوفيه. ما هم المفروض لما يدرسوا بيشوفوا ايه المساوئ ويشوفوا طب ايه الحلول اللي هي متاحه علشان الميه دي لما تدخل فعلا ويتعمل منها كهرباء رخيصه نظيفه نقدر نحل الميه ونعوض اللي اثيوبيا بتعمله فينا دلوقتي. شكرا جدا استاذه نجات، بحب الناس المرتبه المختصره، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. ابو احمد من مصر معانا، اهلا يا ابو احمد. ابو احمد معايا؟ اهلا يا ابو احمد، اتفضل، اهلا بيك. طب انا المخرج بيعترض على جوده الصوت، واتمنى تكلمنا وصوت حضرتك يكون اوضح من كده عشان نقدر يعني يكون صوت حضرتك واضح. بشكرك على اتصالك بينا. عاطف من النمسا معايا، اهلا يا استاذ عاطف. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ عاطف انا بس بسال سؤال. ايوه انا بسال سؤال واضح وصريح، المليارات اللي اتعملت بيها المشاريع دي ازاي ما حركتش السوق؟ ان من المعترف بيه اذا انت عملت مشاريع بمليار 2 مليار 10 مليار تحرك السوق. يا راجل ده السعد والريان عملوا رموا ملايين في البلد حركت السوق. صحيح، هو ده السؤال اللي يتسال، لكن انت بتساله في الاقتصاد. انا ماليش دخل بالاقتصاد، انا ليا دخل المليارات ديت ما اتعملتش بيها المشاريع دي، ده راجل افاق حرامي. وشكرا. شكرا ليك، بشكرك جدا. شكرا استاذ عاطف. طيب تصحيح معلومه، ان احنا اكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد، الارجنتين 43 مليار ومصر 14.9 يعني حوالي 15 مليار، وبعدين اوكرانيا اللي فيها حرب واخده 12 مليار وباكستان 7.8 مليار وهكذا. دي جدول سداد، دي الدول التقيلة او الدول اللي واخده قروض كتيره وتقيله من صندوق النقد الدولي، يبقى احنا تاني دوله واخده ديون وقروض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين زي ما حضراتكم شايفين. يعني زي ما الاستاذ عرفات كان بيتكلم، بنحب نهدي له المعلومه اهي قدامه، ما عندناش مشكله ابدا لو في معلومه حد بيصححها لنا بشكل حقيقي نعرضها، بس احنا في الاصل قايلينها بشكل صحيح. احنا ما حدش كبير على تصحيح معلومه، بس لما يكون بنتكلم بوثائق وبنتكلم معلومه صحيحه يعني ملوش لازمة أستاذ عرفات تعمل إيه يعني حالة ماهيش موجودة أصلا. هاشم من مصر معانا، أستاذ هاشم أهلا بيك. ألو، السلام عليكم، إزيك يا أستاذ أحمد؟ السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك أستاذ هاشم. أخبارك إيه؟ الله يخليك. عايز أكلمك في ثلاث نقط. اتفضل. أول نقطة، مشروع منخفض القطارة، العامل المصري هو اللي حفر قناة السويس.
تمام؟ صحيح. يعني لو عايزين نعمل منخفض القطارة مش محتاجين قرض بمليار ونص استرليني، عندنا مهندسين في الجامعة وعندنا عمال، دي أول حاجة. تاني حاجة، بدل ما كان يضيع النيل في أثيوبيا كان ممكن يتملى بمية عذبة من النيل ويبقى مجتمع زراعي حواليه بخلاف توليد الكهرباء، يبقى عملنا مدينة جديدة بدل المدينة اللي عاملها الجديدة اللي هو مصارف عليها مليارات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هل المصريين بياخدوا الكهرباء ببلاش عشان يقطعها عنهم ولا بيدفعوا فيها فلوس؟ نمرة تلاتة، بدل ما نفرح في ماتشات الكورة هل حد ممكن يضرنا بحاجة لم يكتبها الله علينا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مش نقعد نعيط جنب الحيط وإحنا مش جايين ناكل. انزل هات حقك، ما تقعدش تعيط جنب الحيط وتقول السيسي ومش السيسي. هي دي الثلاث نقط اللي عايز أقولها. شكرا، بشكرك جدا، نورتنا يا أستاذ هاشم. نروح لأم محمد من مصر معانا، أهلا بيكي. عليكم يا أستاذ. عليكم السلام يا حاجة، إزيك عاملة إيه؟ ازيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير يا رب، ان شاء الله تكوني بخير وكل امورك بخير يا رب، وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. الله يسلمك يا ام محمد. قولي لي بقى، السيسي بيقول لك هيعمل مشروع جديد وهياخد قروض جديده، بتثقي في الراجل ده ولا خلاص ما عادش فيه ثقه؟ الراجل ده كذاب، ابن كذاب، وكل اللي حوالين منه كذابين زيه يا استاذ احمد. ليه كده؟ حرام ومجر وسافل ومنحط، هو كل اللي حوالين منه دول قاعدين لمصالحهم هم، مش قاعدين لمصلحة الدولة يا أستاذ أحمد. دول لمصالحهم هم، دول قاعدين ينهشوا ويسرقوا من مصر ومن المصريين. بيتفننوا إزاي ياخدوا من جيوب المصريين فلوس؟ دول مجرمين يا أستاذ أحمد زي رئيسهم، ربنا ينتقم. طب ما نجرب يا أم محمد كده ولا حاجة، نجرب يمكن، مش يمكن المشروع يطلع حلو. والله يا أستاذ، والله يا أستاذ أحمد، ما بيجي من وش البومي حاجة عدلة يعني، هو مثل بس مش هقوله على الهوا يعني. لا خلاص ماشي يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبه، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. تسلمي يا ام محمد، تسلمي. مين معانا يا جماعه؟ استاذ احمد، استاذ احمد من مصر، اهلا بيك. استاذ احمد الصوت مش واضح يا استاذ احمد. لا الصوت مش مسموع للاسف. انا بعتذر لحضرتك جدا، حاول تتصل بينا مره تانية يكون الصوت اوضح ان شاء الله. استاذ احمد من امريكا معايا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ تسلم، ربنا يخليك يا رب. مشروع رمضان جديد، رمضان كريم وعيد سعيد علينا. الله اكرم، وربنا يجعل ايامك كلها اعياد. دلوقتي احنا عندنا مشروع جديد وقروض جديده، ما تيجي نجرب؟ مش يمكن ينجح المره دي، بس القروض هتزيد، خد بالك، والديون. بص يا باشا، احنا بنينا التفريع بتاع قناة السويس بسرعة جدا، صح؟ ويلا يلا يلا بسرعة، وما جابتش اي حاجة خالص للناس. صحيح. فكانت بس رمي فلوس في الارض، زي العاصمة الادارية الجديدة برضو، احنا بنينا 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 وبرضو ما جابتش اي حاجة للناس. بس بنينا. فانا بصراحة يعني اليوم اللي يبتسم الشوربة ينفخ في الزبادي. انا اعتقد ان المشروع ده فاشل فاشل فاشل، وهو بس حاجة عشان تبعت الناس عن النظر وعن اللي حاصل يعني. ولو سألتني قوي وقلت لك فعلا ان هي هتتبني مثلا يعني، فانا مش شايف لها اي حاجة غير ان هي تبقى مثلا بحيرة صناعية كده احنا اللي عاملينها، علشان لو هجروا الناس بتوع رفح، ان هو الناس الغزيين اللي موجودين في رفح دلوقتي، يبقى عندهم مكان يصطادوا منه وياكلوا منه وبتاع. لكن موضوع ان انت تحلي المية المالحة علشان تبقى تزرع بيها والكلام ده، كل الحاجات دي كلها مكلفة جدا، وعلشان نشغل مواتير تولد لنا كهرباء. طب احنا 100 مليون وعندنا السد العالي ما شاء الله قد البتاع اللي هو يعملوها دي 100 الف مره، وبرضه عندنا مشاكل في توزيع الكهرباء. فالموضوع مش يعني، عارف انت اللي هو الواحد مش بجد يعني، ما تاخدوش على محمل الجد يعني. كفته بالظبط. شكرك يا زهر، شكرا لحضرتك. اذا مفيش ثقه، بل الشكوك هي سيدة الموقف في مسألة أي مشروع جديد من عبد الفتاح السيسي. معنا أم محمود على التليفون. أم محمود معايا؟ أم محمود يا جماعة المفروض معانا. طيب، يبدو فقدنا الاتصال بيها. الأستاذ شريف معايا من مصر. طب احنا فقدنا الاتصال مع أم محمود ولا مع شريف؟ ايوه يا فندم. استاذ شريف ازيك، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، الله يخليك. ايه رايك في المشروع الجديد بتاع السيسي؟ والله
يا فندم انا مش رايي ان احنا نقعد كل يوم نعرض الافلاسات ونعرض القرف اللي بيحصل والركود الاقتصادي. اين الحلول؟ بدل ما نستقبل مكالمات من الناس تقول فيها ايه ارائها، احنا نستقبل مكالمات ونقول ايه الحل. طيب نبدا بحضرتك، ايه الحل يا استاذ شريف من وجهه نظرك؟ والله انا شايف حاليا ان الحل دلوقتي ما فيش اي حل نهائي غير ان الشعب المصري عليه ان يتحرك. ولازم يبقوا واثقين تمام الثقه، تمام الثقه ان لا يمكن لو الشعب تحرك ونزل ان سيسي هيبقى يوم واحد مش هيبقى في ظل الظروف. شوف الظروف اللي حواليك دلوقتي، شوف ظروف المنطقه، هتلاقي ان الشعب المصري اذا نزل وملى الشوارع ورفض السيسي، صدقني السيسي مش هيقعد 24 ساعه وهيهرب على الامارات على طول عدل، لان هي اساسا الخطه كلها هروبه على الامارات. طب امتى هيهرب؟ لما الشعب ينزل. انما كل المسكنات وكل الاسئله وكل وايه راينا ومش راينا مش هيفيد بشيء. الهم بيزيد اكتر. طب انا احب افكرك بس يا شريف بعد اذن حضرتك ان اللي حضرتك دلوقتي بتقوله ده رايي، فهي اراء الناس وتبادل اراء الناس هي اللي بتصنع الحاله. يعني حضرتك عايزني كل يوم اطلع اقول للناس ازاي نتخلص من السيسي؟ انت عايز كل يوم اطلع اقول للناس ازاي نتخلص من السيسي بينما في 108 ولا 104 قناه عماله تعرض لهم مشروعات هتفلس البلد وتخرب البلد على انه بيعرضها لهم على انها انجازات وطنيه؟ ما بين المشاهدات بتاعتكم والمشاهدات بتاعت احمد موسى والناس المطبلاتيه دول كلهم هتلاقي الناس دلوقتي بتسمعكم اكتر. طيب وانا علشان طيب. علشان الامانه يا استاذ شريف، يا استاذ شريف بس بعد اذن حضرتك، انا من باب الامانه لازم اوجد للمواطن المصري الروايه الاخرى، مش روايه انا بخترعها. هو بيتحط له السم في العسل وبيتقال له اصل اللي بره دول بيكرهوا البلد وعايزين مش عايزين اي مشروع ناجح. ده كان الكلام ده كان زمان. لا لسه في ناس يا فندم، الناس ضايقه المر ببقها. طيب في ناس بيتقال لها، ما انا هقول لحضرتك لو انت متابعنا من البدايه اتكلمنا على الوضع الاقتصادي، لان بيتقال لهم ان بكره هيبقى احسن، الشهر الجاي هيجي وزير احسن، اصل هيجي محافظ يظبط الدنيا. فانا لازم اعرض لهم ان الحقيقه ان اللي جاي مش افضل ولا حاجه، وان كل يوم في خسائر مستمره. اتفضل. ده حضرتك ده كل ساعه بتمر على هذا النظام مصر بتحتضر فيها، كل ساعه بتمر مصر بتحتضر فيها. مش هختلف معاك بس انا من الامانه مهنيا ان انا اقول له ايه اللي بيحصل حواليه وهو صاحب القرار. الناس هتنزل امتى؟ ما هو صاحب القرار اهو. واللي قدر على مبارك واللي قدر على نظام مبارك وحبيب الالفي مش هيقدروا على نظام السيسي؟ لا اشك يا فندم اشك. طيب انا خليت حضرتك قلت رايك وقلت ايه الحل، واتمنى ان لو في حد يتبنى الحل ده يلا. طول ما احنا ساكتين. احنا مش ساكتين يا فندم، حضرتك انت انا مش تاجر غضب، انا مش فلان اللي هيطلع يقول لك يلا انزلوا واعمل، انا مش دور ده يا استاذنا. انزلوا الفضوا انزلوا مشوا يا استاذ شريف. انا رافض النظام من اوله لانه نظام مجرم، يعني دي مش حته فيها مزايده لا بيني وبينك ولا بيني وبين اي حد. الناس مش لاقيه تاكل، مفيش اي حاجه قالها وصدق فيها، مفيش وعد في 10 سنين اتنفذ. طيب مفيش كلمه. مش مختلف معاك. الكذاب الاثر. انا مش الكذاب الاثر يا شريف، انا مش مختلف معاك، انما قرار واحد انه ينزل يواجه كل الاحتمالات ده قراره الشخصي، مش قرار انا بسخنه عليه. انما هو انا معاه ولو تتاح لي الفرصه يبقى كتفي في كتفه وابقى قدامه كمان. مني للناس بقول لهم اهو. طيب. اللي حصل في 2011 مش هيتكرر تاني، ولا يمكن ان يواجهكم الشرطه لانها بتعاني. انا واثق من كلامي ده، اساسا الناس اللي تحت في الجيش بتعاني والناس اللي تحت في الشرطه بتعاني، ولا يمكن هيواجهوكم، ده هم مستنيينكم تنزلوا الشارع عشان يخلصوا معاكم من الغرض ده. شكرك يا شريف، شكرا لحضرتك، واتمنى اسمع صوتك دايما يعني، وصوت كل حد عنده فكره وعنده راي. انا دوري هنا اسمع الناس وكل واحد بيقول رايه في اطار المعقول، يعني اللي هو ما يكونش فيه تطاول او حاجات ما ينفعش ناسنا واهلنا في البيوت يسمعوها. ابو عمر من مصر معانا. اهلا ابو عمر. ازيك يا استاذ احمد؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير يا رب. منخفض القطاره مشروع بيتم تداوله بوضوح من ايام جمال عبد الناصر السيسي، قرر يعمله بتكلفه مبدئيه للحفر بس 1.5 مليار استرليني. تعليق حضرتك ايه؟ والله انا شايف حضرتك اللي هو ده يعني هتبقى صفقه، هم بس بيعلنوا كده عشان الناس تبقى عارفه ان في حاجه هتتعمل،
وبعد كده هتبقى صفقة لي. تاني حاجة حابب اقول بس للشخص اللي بيكلم حضرتك دوت اللي اسمه الاستاذ شريف الوسط. لا 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 مش استاذ شريف، عرفات. انت بتثق في بني ادم محاصر اخواتنا المسلمين وبيقتلهم مع يهود؟ انت بتقول انت ازهر، ازهر ايه ده اللي بيحاصر المسلمين وبيقتلهم بتثق فيه اللي هو هيفيدنا؟ حضرتك انت بتتكلم في مشروع 90% من الشعب المصري ما يعرفوش. الناس دلوقتي مشغولة اللي هي ازاي تعمل صفقات وتعمل فلوس، مش مشكلة حرام ولا حلال، الناس ما بقتش فارق معاها الحاجات دي. ولو حضرتك سألت اي حد ده احنا هناخده كارد، محدش هيرد على حضرتك. كل اللي هيقوله لك انا ازاي هجيب اكل لعيالي بالليل، ولا فارق معاه خلاص. مش احنا الجيل اللي هنغير البلد، ومش احنا الجيل اللي هنغير ولا هنحارب عشان فلسطين، في جيل تاني ان شاء الله، بس مش احنا. احنا دلوقتي اهم حاجة عندنا السكر والرز والاكل بس، مش في دماغنا اي حاجة تاني. ياخد بقى وكرود ومحدش هيقول له انت بتاخد ايه. ده اللي انا شايفه. شكرا ابو عمر، وانا سعيد بانك اخترت تقول رايك هنا في علوم كاملين. تحياتي ليك احمد من مصر، اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا يا استاذ، تسلم يا رب. قول لي بقى ايه رايك في مشروع القطاره ده، وهل تثق في اي مشروع بيتبناه السيسي ولا لا؟ طب ما تيجي نعد المشاريع اللي عملها كده ونشوف نجاحاتها العظيمه. يلا بينا كما قال سيد باسم صمت. هو نبتدي اول ما اجى لما عمل الترع بتاع قناه السويس. لا انا تفريع مظبوط بقى، هقول قناه السويس الجديد تفريع. تمام. ايه اللي جانته على مصر؟ يعني ايه الشيء اللي جابته لمصر؟ يعني ايه التطور في حياه المواطن المصري اللي حصل؟ ده مشروع عشان بس ما نطولش. ده مشروع. حد يا جماعه حاسس ان حاجه حصلت جديده في حياتنا؟ اللي حاسس بكده يقول، سواء مؤيد سواء معارض. تمام. نبدا بالمشروع الثاني، منظومه التامين الصحي الشامل، ايه رايكم فيها؟ جميله، بتتعالجوا كويس، مبسوطين في العلاج، انتوا زي الفل، مستشفيات زي الفل، كل واحد بقى يجاوب على نفسه. تمام. ايه ثالث بقى؟ العاصمه الاداريه. تمام. طبعا حضرتك كمواطن لو مشيت من قدام صوره بس هتضرب، مش بالرصاص عشان الرصاص غالي، هنضرب بالجزع. تمام. حد مستفيد من المشاريع اللي جرت في مصر؟ تمام. في حد مستفيد؟ مفيش حد مستفيد. خلينا نكتفي بالمشروعات دي يا ابو حميد علشان نعاد اتصالات تانية، وخلي الناس تفكر وممكن يردوا علينا حتى على صفحاتنا على السوشيال ميديا. بشكرك يا احمد. محمد معايا من مصر. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. انا متابع حضرتك من زمان طبعا، من البدايه خالص، تسعدنا، من بعد الانقلاب العسكري وبعد ما حضرتك سافرت وهجرت وتم اللي تم مع الفصيل الوحيد اللي واجه العصابه دي. بس لو تسمح لي انا اول مره اجري مكالمه هاتفيه، فتديني مساحتي علشان برضو انا عندي رهبه. انا ساكت يا فندم وسامع حضرتك. الله يبارك في حضرتك. استاذ احمد، انا دايما بلاحظ ان في ناس بتدخل تحاول تناقش الوضع الحالي، وزي ما الأستاذ الأخ الكريم من شوية وجه لحضرتك وقال لك لحد إمتى هنفضل نحلل ونقعد نعيد ونزيد في نفس الكلام اللي بيتكرر كل يوم. إحنا كلنا متفقين إن دي عصابة، واللي بيحكمها ده واحد قاتل فاجر. مفيش حل مع واحد جيب الدبابة بأي طرق أخرى إلا بقوة موازية للقوة بتاعته. ما سمعناش في التاريخ إن واحد اغتصب سلطة وخطف دولة وعذب شعبه وقتله ومثل بجثته واعتقل منه الألاف وهجر منه الألاف وطرد كل العقول اللي عندها القدرة على النهوض ببلدها وتغيير الواقع ودمر بلده، دمر حضارة 7000 سنة والكلام الجميل المعتاد اللي احنا عارفينه ده. ففي النهاية، في النهاية الأفق مسدود، مفيش أمل في أي حل سوى إن الناس تنزل. هنقعد لحد امتى نقول احنا بننقل وجهات النظر علشان يحصل عصف ذهني والناس تاخد وتدي مع بعضها، وعلشان يبقى في مجال ان احنا نفكر بصوت عالي مع بعض ففي النهايه نوصل لحل؟ مش هنوصل لحل. والدليل ان احنا بقى لنا 10 سنين على نفس النهج ومفيش حاجه اتغيرت، والنتيجه من سيء لاسوء.
لأننا مش عايزين نرجع لأصل الحكاية. أصل الحكاية إن السيسي لو امتلك كل كنوز الأرض مصر مش هتتقدم خطوة، لأن بمنتهى البساطة ربنا أجرى الحل على لسانه هو نفسه. هو نفسه لما قالك إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني ربنا قال أنطق لك فرعون بنفسه وبيقولك الحل هو بينطقه على لسانه. لو مصر في عهد السيسي وبرئاسه القزم الصهيوني ده امتلكت خزائن الارض مش هتتقدم خطوه، مش هتنهض قيد انمله، لان بمنتهى البساطه الارض لا تشرب دماء الابرياء. في لعنه اسمها لعنه الدم، طول ما احنا ساكتين على اللي عملها وسايبينه بيحكم هنفضل في اللي احنا فيه. واللعنه دي بتطوف بكل بيت مصر لغايه دلوقتي. كل يوم بنصحى على جرائم قتل، وواحد قتل واحد وفصل راسه في عز النهار، لان في لعنه. لا أنا بقى 10 سنين بتطوف في كل بيوت المصريين. نعم. والناس ساكتة والناس تايهة، وهنفضل زي ما احنا كده طول ما احنا بنلف وندور ومش عايزين نوصل لأصل الحكاية. أصل الحكاية هو يعني لو السيسي أصلح من سياساته وعدل في أفعاله، هل ده معناه أن احنا نرضى عنه؟ هل ده معناه أن احنا ننسى الناس اللي اتقتلت والناس اللي ماتت والألاف اللي في السجون اللي كل جرمهم ان هم نزلوا علشان يحاولوا يلحقوا بلدهم اللي ضاعت، واللي ضحوا بكل ما يملكوا، من اللي ضحى ببنته الوحيدة زي محمد البلتاجي، اللي ضحى بحياته وبحياة أسرته زي محمد مرسي وابنه عبد الله محمد مرسي، باسم عودة، حازم صلاح أبو إسماعيل، ننسى الناس دي ونقعد نتكلم في أكل وشرب. شكرك يا استاذ محمد، شاكر جدا كلامك وانفعالك، بس عايز اقول لحضرتك ان البعض يفهم بموضوعات وبلغه وباشياء لا يفهمها البعض الاخر. مش كل الناس على نفس الفكر، ومش كل الناس على نفس الوعي، ومش كل الناس على نفس المبدا والقضيه. واحنا هنا بنسعى الجميع، كل الناس، لان احنا حابين وعايزين ورسالتنا نكون صوت الناس، كل الناس. بالفعل بشكر حضرتك جدا. ابو عمر من السعوديه معايا، اهلا يا ابو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو عمر، اتفضل. اهلا وسهلا. بالنسبه للمشروع اللي بيتكلم عنه اللي هو منخفض القطاره، طبعا ده لو تعمل هيقضي على حاجز فيها المياه الجوفيه وخزان المياه الجوفيه في مصر. ده اول شيء. بعدين ثقة الناس في المشاريع، مشاريع اللي نصف فيها. يعني أعطيني كده قول لي مشاريع اللي نصف فيها. أول شيء الأخ اللي كان موجود بيتكلم دلوقتي بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن في حاجة اسمها لعنة الدماء. نعم. لعنة الدماء دي اللي نحن بندفعها، يعني بندفع ثمنها لحد دلوقتي. أنت تعرف إن ممكن كل المشاريع اللي اتعملت دي ممكن تجيب، يعني ممكن تكون لها فايدة، بس في حاجة اسمها لعنة. نعم. إحنا سكتنا على ناس ماتت وتقتلت قدام عيوننا، يبقى لازم ندفع الثمن. انت مش متخيل اني يعني في بعض في حاجات كتير حصلت احنا ما نعرفهاش. يعني شاب في مقتبل الشباب بيقول للقاضي يعني اعطيني سعر كهربائي وخليك تعترف انك انت قتلت السادات، الله يرحمه. نعم. وتم اعدامه يعني ده. نعم. ده وتم اعدامه. ده حاله من الحالات انت شفتها. لا، في ناس لحد دلوقتي موجوده تحت الارض. في ناس موجوده تحت الارض بتعاني، وانت جاي تكلمني دلوقتي تقول لي سقط مشاريع. مشاريع ايه اللي نسق فيها؟ راجل دمر مورد مائي، يعني اللي بتعيش عليه مصر بالمعاهدات اللي عملها، وتقول لي مشاريع. تخلى عن تيران وصنافير. مشروع الغاز اللي قال لنا عليه، فين مشروع الغاز؟ واحنا دلوقتي بيطفي النور في بيوتنا. طيب ابو عمر، انا هشكرك لان عندي متصلين وعندي لسه موضوعات حابب اتكلم فيها. يعني انت اوجست وبشكرك جدا، وسعيد نسمع صوتك دايما ومداخلتك في صوت الناس. احمد من مصر في مداخله سريعه، اتفضل يا استاذ احمد لو سمحت. استاذ احمد. ايوه معك. اهلا يا فندم، اتفضل. يعني اعرف، يعني يسعدني اعرف رايك في موضوع او مشروع مخفض القطارة اللي بيطرحه السيسي دلوقتي. مشروع هتفكره؟ انا مش سامع يا جماعة بشكل واضح. طيب استاذ احمد انا اسف، الصوت مش واضح، يعني انا مش عارف اسمعك بشكل واضح والله. انا بعتذر لحضرتك جدا. ام محمد معايا من مصر. الو. اهلا يا ام محمد. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك، عامله ايه؟ ربنا يديك الصحه.
الحمد لله. ايه رايك تسمعيني من التليفون احسن؟ ما هو التليفون يا استاذ. طيب تحبي بقى تقولي ايه في مشروعات السيسي اللي عملها في العشر سنين اللي فاتوا، اللي الاعلام بتاعه بيقول لك ان دي مشروعات تتعمل في 50 سنة ولا في 100 سنة كمان؟ المشاريع دي وهمية ولا فيهاش فايدة، والراجل ده ضيع البلد ودمرنا ودمر البلد وخلى خلينا نكلم نفسنا. والله يا استاذ يا استاذ احمد، لا اله الا الله. طيب يعني بتثق كلها تثق في اي مشروع ممكن يعمله؟ عندك ثقه في اي مشروع ممكن يعمله في المستقبل؟ لا ما عنديش. هو الراجل ده اي كلام بيضحك على الناس بحال من يوم ما جه. طب لو عندك كلمتين كده ينفع تقوليهم للسيسي تقولي له ايه؟ اقول له منك لله يا سيسي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. ونعم. زي ما دمرت البلد تدمر. شكرا لحضرتك، بشكرك يا ام محمد، شكرا ليكي. تعالى هنا كده عشان عايز اقول للناس حاجه كده قريبه. هنرجع بس ليام العيد. عندنا مشكله في يام العيد. السنه دي كان في كم تنمر من الحسابات بتاعه العيال الدولجيه، اللي هو يقول لك انا مش عربي، انا من كمت، انا فرعون، جده لا مؤاخذه احمس وسته اوزوريس وعمه الاله جحش، والحاجات الغريبه اللي قعدنا نشوفها وبقالنا شويه كده، حاجات اللي هي المرار الطافح ده، حاجات مش عارف جايبينها منين يعني. قعدوا يتنمروا، ممكن نشوف الحاجات دي دلوقتي، قعدوا يتنمروا على اشقائنا اليمنيين اللي شاركونا مع بعض باحتفالياتهم بالعيد، ممكن نعمل حتى تعرضوها يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي. الناس شاركت، عملت الناس شاركت في احتفاليات العيد بعرض فولكلور كده لليمنيين، للرقص اليمني، الحاجات اللطيفة، السودانيين، لدرجة ان بعض اخواتنا النوبيين كانوا عاملين عرض ليهم واقفين عاملين احتفال، فبدأوا يتنمروا عليهم وبيقول يا سيسي رحلهم للسودان. نوبيين عندك ادي هو قدام حضرتك بيقول لك ايه، السعوديين زعلانين عشان المصريين كانوا في العمرة بالعشر الاواخر وزحمين الساحة الخارجية، شوفوا اليمنيين في مصر. ده تعليق يعني ما فيهوش حاجه بشكل كبير، ولكن في عيال تانية بقى بتقعد تتنمر ويقول لك ايه ده، احنا ممنوع عندنا استخدام السلاح الابيض. يا عم ده مش سلاح ابيض ولا حاجه، الجنبيه اليمنيه دي ده تراث يمني وحاجه لطيفه، ناس بتحتفل في الشارع، وبالمناسبه ده مش سلاح، ده بتبقى حاجات بلاستيك ومش عارف ايه. سابوا اليمنيين مسكوا في السودانيين، نقدر نشوفها مع بعض برضه، السودانيين بيحتفلوا او الاشقاء النوبيين بيحتفلوا، يقول لك لا ترحيلهم واجب وطني ومطلب شعبي. يا جماعة محكوماتكم اللي مدخلاهم. أنا مش ضد أن يكونوا موجودين بالمناسبة، ما المصريين موجودين في كل حتة. هو أنت يعني دلوقتي عندك مشكلة مع أن اليمني في مصر وبيحتفل، وعندك مشكلة مع أن السوداني في مصر وبيحتفل، ولما تجيب بقى إيه فيديوهات تجمع المصريين لصلاة العيد في الإمارات، تجمع المصريين في شيكاغو، المصريين يقيمون المش عارف إيه في الكويت، المحل المصري، محل المنتجات المصرية الموجود في فرانكفورت بتفتخر بيها، ايه المشكلة لما يجي عندك ويعمل كده؟ طالما بيلتزم بالقوانين، قاعد بشكل رسمي بشكل قانوني بيدفع ضرائبه وبيلتزم بالقانون، بيلبس بقى لبس سوداني، لبس ما يلبس يعني. بيحتفل بيبيع منتجات يمنية ما عادي. هو احنا لينا احنا مغفور وللناس مش مغفور ومش مقبول. عموما الكلام ده على بعض الحسابات اللي بيشغلها امن الدولة والمخابرات، انما بقيت الناس تعال هتلاقي عندك مثلا ايه اهالي فيصل في محافظة الجيزة عملوا مأدبة افطار بمشاركة الاشقاء اليمنيين والاشقاء السودانيين والاشقاء الفلسطينيين والسوريين، واهلا وسهلا بكل حد جاي مصر بيحترم شعبها واهلها وماشي وفقا للقوانين، اهلا وسهلا بيه، واللي مش ماشي وفقا للقانون قليلين وبيتم التعامل معهم. يعني عندك خبر اهو، وزاره الداخليه قررت تبعد اثنين سودانيين وسوري وتسعه من بنجلاديش لانهم خالفوا القانون. اذا باقي الناس الموجودين هم موجودين وفق هوى الدوله، واللي بيقل من يعني بيعمل حاجه مخالفه للقانون او بيعمل حاجه بتقل او بتخالف العرف العام والقوانين
لا بيتم ترحيله، وادي ناس تم ترحيلها بالفعل. اذا فبقيه الناس الموجودين ما عندهمش مشاكل. كاميرا صوت الناس كانت في السنه دي في صلاه العيد في اسطنبول، وقابلت بعض المواطنين من جنسيات مختلفه، وكان اللي هنشوفه مع بعض ده اراء الناس من افواه الناس بتتكلم عن قناعاتها وعن رسائلها اللي الناس اختارت انها تبعتها لاهل فلسطين واهل غزه. نتابع ونرجع نكمل حلقه. غزة ربنا ينصرهم يورها يعني كل الظالمين كل الظالمين كل الامم طول للناس في فلسطين وفي غزه تحديدا. الله ينصرهم الله ينصرهم ويجعلنا من اهل عسقلان ويجعلنا شهداء في عسقلان. ربنا يتقبلها حسنا. نموت على طاعه وحسن خاتمه. في حد يطول يموت شهيد؟ اللهم ارنا يا الظالمين كل عام وحضرتك بخير. Gazze'deki kardeşlerimize Allah yardım etsin. İnşallah Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Müslüman kardeşlerimizin hep yanında olacağız. İnşallah. Şantay. Allah yansırkum ya Rabbi. Dualarımız Gazze'de Filistin'den yana. Allah İsrail'i tar ve perişan eylesin. İnşallah. Bütün insanların bayramı var. İşlehkiler Gazze. غزة في القلب غزة في القلب شهداءهم إن شاء الله في الجنة قتلاهم صهاينة في النار. اللهم انصر أخواننا في غزة اللهم نصر عزيزا مغزرا في غزة. خليلي خليل صعيدي خليل تولي لأهل غزة فلسطين صح تولي لأهل غزة لأهل غزة ارواحنا فداهم. اقل شيء هذا بنقدر نحكيه لهم والله يا رب يزيل هالشده. كنا متوقعين انه مع رمضان الله يزيل هالشده بس الحمد لله رب العالمين على كل حال والله يعطينا نص صبرهم وجلدهم والله يشئيم هالشده عنا وعنهم اجمعين وعن جميع امه محمد. امين يا رب. معكم عمر بن محمد من تشاد طالب تصميم داخلي في اسطنبول. قولي لاهل غزه امنيتي ودعائي ورجائي لغزه اهلا أنا وحبايبنا أسأل الله العظيم يا رب أن ينصرهم على من عداهم إن شاء الله بإذن الله تعدي هالأزمة ويأخذ الاحتمالات يا رب وترجع غزة وفلسطين أفضل من قبل يا رب بإذن الله وكلنا نكون موجودين هناك إن شاء الله. السلام عليكم. أنا محمد المنصور من اليمن. أهل غزة فعلا علمونا الكثير علمونا الصبر وعلمونا إنه فعلا إنه الله سبحانه وتعالى معنا نحب نشتكي من أبسط الأشياء. رسالتك إلى أهل غزة؟ رسالتي اصبروا فإن الله مع الصابرين وبإذن الله إحنا معاكم قلبا وقالبا حتى لو ما كنا موجودين بالأجسام إحنا موجودين بالأرواح. الله ينصركم يا رب. أهل جعوة من فلسطين. منين فلسطين؟ من سليم. الله يوجه رسالة لغزة عقولنا وقلوبنا وأرواحنا مع غزة إن شاء الله. ما
مصر على الأبواب والفرج قريب. الله يثبتهم وينصرهم ويعافي جرحاهم ويشفي المرضى ويرحم الشهداء. الله يفك الشدة هاي والحصار. إن شاء الله النصر في قريب. من غزة منين؟ دار مين؟ دار البيطار. عمر البيطار. النهاردة وانت بتشوف غزة بيوم العيد، بتشوف مبارح فيديو لكمين الزنة، والنهاردة الناس بتعيد، كيف احساسك باهلك وانت برا غزة؟ فخر مخلوط بالحزن وصراحة. واحد شعور لا يوصف يعني. كل دقيقة في غزة، كل دقيقة في غزة بموت طفل ولا مرة بموت شاب. يعني 180 يوم ولا 187 يوم مش حد راضي يطلع على غزة. أنا محمد أبو سنين من فلسطين الحبيبة. منين يا محمد؟ فلسطين من نابلس، يعني من الخليل ونابلس بتقول مخلط. يعني كلمتي لأهلنا بغزة، يعني رغم إنه للأسف والعذر ما راح يفيد، ولكن نعتذر وبشدة على خذلاننا لكم، ولكن يعني ما باليد الحيل غير الدعاء، فسامحونا سامحونا. إن شاء الله إنه معروف عن أهل غزة وعن أهل فلسطين الصبر، ومع الصبر راح يجي النصر. فخر بأهل غزة؟ أكيد، يعني فخر لا يوصف. رفع راسك؟ جدا. اسمي أحمد، بوجه كلمة لأهل غزة. اللهم ارزق أهل غزة الصبر والقوة وفوتهم وجاه وحياتهم الصعاب اليومية. اللهم اشفي جراحهم وآلامهم وارزقهم الشفاء العاجل. اللهم احفظهم من كل شر ومن كل سوء، ووفقهم لبذل الجهد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. اللهم ارفع عنهم الضيق والشدة والبسهم ثوب الراحة والسكينة. يعني نفسي أول عن جد كل عام وأنت بخير. أنا عارف بالضبط إنه أنتم للأسف مش بخير، وأنا منكم وفيكم وحاسة فيكم. مش عايزة مش كلمة أعبر فيكم هذا اليوم. أنا بعيد عن أهلي وبعيد عن جوزي وبعيد عن بلدي، لكن بس يعني بعد الصبر بعد الشدة بعد الأحلام في فرج في نصر في فرحة في أهل الزيارة. كاروز إسرائيل. اللي شفناه مع بعض ده كلام الناس، آراء الناس، هتافات الناس، يعني احنا لا نتبناها ولا نعارضها، ولكن نعرضها كما وردت من مصدرها، ومصدرها هو الناس. النهاردة بنتكلم عن 193 يوم من الحرب الشرسة على المواطنين العزل في قطاع غزة. حوالي 34 ألف شهيد تم تدوينهم، وفي آلاف لسه لم يتم تدوين أسمائهم في سجل الشهداء. جديد الحرب كما أعلنتها الفصائل المقاومة وكما أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هنشوفهم مع بعض في التقرير اللي هيكون معنا دلوقتي. جديد الحرب في غزة. أولا، كما أعلنتها المقاومة الفلسطينية، تجديد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات ووسط قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. ثانيا، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، دمرنا منصة إطلاق صواريخ وعشرات البنى التحتية والأنفاق والمباني العسكرية وسط قطاع غزة. إصابة 4 جنود بانفجار مجهول المصدر في المنطقة الحدودية شمالي إسرائيل. ده جديد المعارك كما وصفتها فصائل المقاومة المختلفة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. عايز اقول لحضرتك ان في خشية من توقف المولدات اللي بتشتغل على مدار الساعة، يعني المولد الكهرباء في المستشفى بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة و7 ايام في الاسبوع، ففي خشية وفي حالة قلق ان المولدات دي تتوقف عن العمل بسبب ان هي عندها طاقة وممكن تنتهي طاقتها وممكن تتوقف بعد 193 يوم من العدوان و193 يوم من العمل المتواصل، وده لو حصل هيؤدي الى كارثة صحية. وعلشان كده وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بتناشد كافة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة
وبتقوا بتقول لهم يعني خلوا لنا الكهرباء خطوط الكهرباء العادية تصل إلى المستشفيات. وده بيان زي ما حضراتكم شايفين على الفيسبوك يوم 16 إبريل 2014 النهاردة. سيدة فلسطينية حالها حال عشرات مش عايز أقول مئات وآلاف، ولكن مئات وآلاف الفلسطينيين بيتسلموا مساعدات في قطاع غزة، منها مساعدات طليق ومنها مساعدات للأسف بتكون بالمنظر اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. البعض ممكن يطلع يقولك بص النكران الجميل وهي ما مش كفاية بنبعت لها مساعدات. أولا مش كل الناس اللي بتستلم مساعدات بتوصلهم بالشكل ده، ولكن في ناس بتوصلهم مساعدات منتهية الصلاحية وزي ما شفنا فيها دود. العيب على مين؟ العيب عليا لما يجيلي حاجة بايظة اطلع اقول حاجة بايظة، ولا العيب على اللي بعتها، ولا العيب على الناس اللي يعني على قولة الفلسطينية ما بتستحيش وبالمصري ما بتتكسفش ما بتحسش على دمها وهي رايحة تجيب حاجات منتهية الصلاحية من المخازن عشان تبعتها مساعدات، اللي في غزة ناس وبشر ليهم احتياجات ومحتاجين لمساعدة حضرتك عشان عندهم حرب، علشان عندهم قتل أكتر من 6 شهور بيقصفوا ويقتلوا ومات منهم حوالي على الأقل 34,000. مش صدقة ولا إحسان، ولكن ده إحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه أخوك. فما ينفعش تروح تجيب له والله حاجة منتهية وحاجة ويلا أنت كده بتريح ضميرك مثلا. ما هي يعني منابهم غير أنها اتشالت وراحت وتحسبت مساعدات وخلاص. طيب من قلب غزة برغم من كل اللي حاصل ده ولكن في أمل عند الناس. شوف معايا الصورة دي، 2 عرسان بيقيموا أو بيعملوا فرحهم وحفل الزفاف برغم من القتل والقصف والهم اللي عايشين فيه. حفل الزفاف قدام خيمة النزوح والإيواء في دير البلح وسط قطاع غزة. ده حاصل بالفعل، الناس عايزة تعيش زي ما بيقولوا نحن نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. الناس عايزة تعيش كما البشر، عايزة تعيش وتاكل وتشرب وتتعلم وتروح شغلها وتتجوز وتخطب وتروح الجامعة وتروح المدرسة والجامع وتمشي في الشارع وتروح النادي عادي جدا، لأنهم بشر ما عندهمش ذنب يعني غير إن هم أرضهم بيطمع فيها حد وفي حد مش عايزهم يعيشوا. وانتوا شايفين القصة لكن ده مشهد بيعبر عن الشعب الفلسطيني يحب الحياة كلما استطاع إليها سبيلا. مشهد متداول من معبر رفح بيظهر زحام كبير مش للفلسطينيين اللي عايزين يدخلوا مصر. انا اسف قلت معبر رفح، لا والله يا جماعه ده معبر طابة. ممكن تشغلوا لنا الفيديو. معبر طابة وزحام شديد جدا للاسرائيليين اللي جايين يدخلوا مصر. بس هناك بقى مفيش ابراهيم العرجاني ومفيش 10,000 دولار ولا 5,000 دولار ولا 6,000 دولار. في بيدخل بالهويه بطاقه الشخصيه الاسرائيليه بيدخل بيها رفح، بيدخل بيها طابة عادي جدا. شوفوا معايا الفيديو. فرق كبير في التعامل، فرق شاسع جدا ما بين التعامل ما بين معبرين، المعبرين لمصر وعلى السياده المصريه، معبر مع اسرائيل ومعبر مع اراضي فلسطينيه قطاع غزه. هنا علشان تطلع وانت مقصوف ومقتول ومهدوم بيتك لازم تدفع 6,000 7,000 وتوصل 13,000، وهنا تطلع البطاقة وتقول لهم شالوم خبيبي وتدخل تستمتع بالبلد عادي جدا. اللي خيره مش لولاده واللي خيره مش لأهله انتوا عارفين بيتقال عليه ابن ايه، مش هينفع اقولك ابن ايه. خليني اروح معاك للبنان وممكن نشوف فيديو واحنا بنتكلم مع بعض. حزب الله في جنوب لبنان استهدف أجهزة تجسسية في مواقع رادار التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. عن الموضوع إن في زي ما احنا شايفين مع بعض كده حساب بلال نزار ريان قال يا قوة الله عاجل سقوط 3 قتلى صهاينة شمال فلسطين محتلة جراء استهداف بطائرة مسيرة أطلقتها المقاومة الإسلامية من جنوب لبنان. هو قصده يعني او المنطقه اللي عبر عنها هي شمال اسرائيل اللي بيتم تداول اسمها بهذا الشكل في الاعلام. مسيره اسرائيليه ردت واستهدفت سياره لبنانيه في بلده عين بعال او عين بعال في جنوب لبنان، وكان في انباء عن سقوط ضحايا. ممكن نتابع مع بعض المشهد، القصف والقصف المضاد
ده المشهد في لبنان، وفي قصف بالمسيرات وقصف لأجهزة التجسس على من الجانب اللبناني للجانب الإسرائيلي، وفي مسيرات لبنانية قامت باغتيال إسرائيليين، وردت إسرائيل بقصف من طياراتها لعربيات مدنية لبنانية، أو يعني في قتلى في الجانبين. عموما وسط الحالة دي كلها الجيش الإعلام المصري الإعلام المصري بيشن هجوم حاد جدا على إيران، حالة من التشكيك وتوصيف ما حدث بين إيران، القصف الإيراني اللي حصل لإسرائيل، توصيفه على لسان العديد من الإعلاميين والعديد من المحللين السياسيين والعسكريين، زي مثلا عبد المنعم سعيد واللي هو سمير فرج، كله بيقول لك ان الهجوم ده حصل بالاتفاق ما بين ايران وامريكا. ايران نفسها قالت انها ابلغت بموعد العملية، ابلغت امريكا عن طريق اعتقد سويسرا وقطر وتركيا، ابلغوهم ان هيكون في عملية ايرانية تجاه اسرائيل. وطبعا في قواعد للاشتباك وفي قواعد لإدارة الامور في الشرق الاوسط يبدو انه متفق عليها بشكل او باخر. عموما ربنا يكون في عون أهل غزة وأهل فلسطين. حلقتنا انتهت، وإن شاء الله بكرة الساعة 5 بتوقيت القاهرة هنفتح الاستوديو مرة تانية، ويكون موعدنا مع حلقة جديدة من صوت الناس عشان نسمع كل الناس. السلام عليكم، في أمان الله.